هادي اركب السماعة واخليها. نص اثنين يعني لسه فوق كده. في الفيسبوك جروب ولا وين؟ هيكون في مبادرة الباحثين السودانيين على الأقل. بعيد ولا جروب؟ في جروب لجروب معلش. طيب اوبن يعني ممكن عم نشوفه؟ اي طيب خلاص انا جاهز بعد اي وقت عاوز تبدا. احنا لايف ظهرت عندك في صفحتك يا احمد. ايوه بدأت. طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. مرحب بكم من جديد في ونس على دروب النجاح. يعني البرنامج ده يا جماعه الغرض منه زي ما قررنا وزي ما قلنا يعني ونسة، لكن الونسة بتاعتنا دي المقصود بها اللي هو التحفيز. يعني أنا الليلة لما نجي مثلا نقرأ في القرآن، القرآن ده فيه قصص وفيه سير وفيه حكم، وحتى بتاعت ناس يعني في كلام حتى ما قالوه ناس ما مسلمين، يعني قالوه ناس كفار، قالوه ناس عندهم دي يعني محتنقين ديانات تانية، لكن ربنا سبحانه وتعالى أنزل لنا عشان إحنا تبقى لنا عبر، عشان نستلهم منها حاجات كثيرة جدا جدا. بنفس المستوى يا جماعة، لما نحن مثلا نقابل زول لما نقرأ الرواية وكده، فالقراية ما بتكون بس من أجل إنه والله إحنا دايرين نقضي وقت وكده، يعني لا، نحن كمان دايرين ياس نقضي وقت ممتع، لكن في نفس الوقت نحن نطلع بثمرات يعني. وده زي ده الحاجه نحن دائما بننتهجها في مبادره الباحثين السودانيين، انه بنقدم الحاجات بشكل جميل، يعني بشكل بسيط لكن شكل جميل وشكل يستفيدوا منه الناس. الليله ان شاء الله يا جماعه هنستضيف شخصيه جديده، مثال للشاب السوداني، الشاب الكافح الثابر، يعني انتهج نهج في حياته، نهج جديد، ويعني حمل لواء اللي هو التغيير، وعمل محاضرات كثيره يا جماعه وسماها رحله التحول ورسم المستقبل. نحن يا جماعه يعني محتاجين للتغيير، محتاجين لزول والله يدل لنا على الطريق الصحيح عشان انه احنا نتغير. وربنا سبحانه وتعالى قال لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فنحن لو ما تغير، لو ما التغيير ده بدا من جوانا، نحن ما حنتغير. طيب نحن الليله يا جماعه هنستضيف الباشمهندس والاستاذ احمد الخانجي. اول حاجه بنشكره شكر جزيل انه ادانا من وقته، والراجل يعني انا عارفه جدا يعني مشغول، ويعني الساعتين دي استقطعها من وقته الغالي، لانه بعد طوالي عنده كوميتمنت. فنحن الليله ان شاء الله الساعتين دي بنحاول بقدر الامكان نستفيد منه وناخذ منه الثمار اللي هو غرسه. مرحبا بك باشمهندس احمد. يا مرحبا بك ياسين، شكرا جزيلا على الدعوه، شكرا لك شخصيا ولفريق الاعداد استاذ هيثم والشباب بمبادره الباحثين السودانيين. يمكن الدعوه جاتني من فتره، لكن طمنتوني لما قلت لي على دروب النجاح. قلت لكم يعني النجاح دي كلمه كبيره، لكن طالما القصه ونسه وعلى دروب الناس دائما سايره وبتحاول، فالواحد بتواضع جدا ممكن يشارك بعض التجربه
الدروس اللي تعلمها لعلها تفيد إنسان في قرار بيتخذه له علاقة بدراسة ولا شغل ولا هجرة ولا زواج ولا إلى آخره من قرارات الحياة، بكل إن شاء الله يعني تواضع وبساطة، الواحد ما وصل لحاجة كبيرة يعني. شكرا لك على الدعوة. الله يديك العافية أخ، مرحب بك مرة ثانية، ومرحب بأخونا مبارك جعفر وهو زميل لأحمد، ونيابة عن أسرة مبادرة الباحثين السودانيين وبرنامج ونسى على دروب النجاح نبدأ الحوار. وطوالي دارين نتعرف على أحمد، بداية حياتك. تمام. طيب أنا من مواليد سنة 84 في الرياض السعودية، والدي أستاذ جامعي بروفيسور في اللغة العربية والأدب الأندلسي، واصل دراساته العليا واشتغل في جامعة في أمريكا في بيركلي، واتخذ قرار إنه هو يرجع بعد ذلك للمنطقة العربية، قعد فترة في السودان وجاء قرار الاغتراب إنه يمشي السعودية فاشتغل في جامعة الملك سعود. جو السعودية 6 شهور، أنا اتولدت هناك فمن بدري في الرياض في المملكة، يعني البيئة اللي قمنا فيها كانت بيئة اللي هو السكن الجامعي بتاع جامعة الملك سعود، فواحد قابل أسر مختلفة سودانيين ودكاترة مختلفين، فكانت بيئة يعني الواحد استفاد منها كثير وتعلم فيها كثير. دي كانت البدايات اللي هي في الرياض في إسكان جامعة الملك سعود، ومن هناك بعد ذلك بدأت الخطوات التالية يعني. نعم، الدراسة الابتدائية ويعني دراسة مراحلك الدراسية كلها درستها في السعودية ولا جزء في السعودية وبعد ذلك مشيت؟ أيوة. مشيت حتة ثانية لحد نهاية الثانوي كانت في السعودية، فالابتدائي كان هناك مع مدارس المستقبل، بعد ذاك المتوسط والثانوي كانت في مدارس مجمع الملك سعود اللي هي تابعة للجامعة، فكانت كل المراحل الأكاديمية لحد ثالثة ثانوي كانت في الرياض السعودية. طيب باعتبار انك انت سوداني، يعني نحن عارفين انه السوداني لما نمشي مثلا او الغريب عموما لما نمشي برا بحس بشويه كده ممكن تقول خوف رهبه، مرات ممكن الحاجه دي تؤدي لتاثر على شخصيته، يعني ممكن تنتقص من حاجات في شخصيته، يعني هل انت الحاجه دي تاثرت بها ولا بس لانك اتولدت في السعوديه خلاص دي البيئه اللي انت اتولدت فيها فما كان عندك فيها مشكله يعني؟ ايوه ده سؤال ممتاز. طبعا اصحابي الواحد عشان قام هناك اصحابي السعوديين يقول لي انت سوداني لكن مواصفات خليجيه، فعندهم هناك العربات يعني يقول لك العربيه دي امريكيه مثلا مواصفات خليجيه، فكون الواحد يعني مش السعوديه او لقى روحه هناك فما يعني ما وعى بالتفاصيل والفروقات الا بعد ما كبر شويه، دخل مرحله نهايه الابتدائي المتوسط بدا يعرف انه هو انسان مثلا مغترب في بلد تانية، بعد ذاك بدأ التفاصيل تظهر أكثر. كنا نمشي كل سنة إجازة السودان، فدائما الربطة كانت موجودة، نمشي نزور الأهالي نمشي ونجي، لكن أتوقع في المتوسط وما بعده بدأ الواحد يفهم أكثر فكرة إنه والله أنا كشخص قايم هنا، وأظن يعني إلى حد ما الخليج أو السعودية تحديدا ما زي مثلا فلنفرض أمريكا ولا كندا، بتتولد بتحس روحك أنت جزء منا، طوالي بتاخذ والله الجنسيه جزء في البلد، دائما بيكون في قاب معين، عندك ليميتس معين وعندك حدود معينه، فالواحد بدا كده يفهم انه والله انت هنا، تعريفك شنو بالضبط، حدودك وين، تعريف فكره الوطن شنو، طب المغترب هنا بيعمل شنو، طب لما تمشي السودان ذاته يقول لك انت يعني جاي من هناك، طب الاحسن هنا ولا احسن هناك، بدا الاحساس ده يتشكل. لكن بصوره عامه الواحد يعني في المراحل دي كلها انخراط واندماج في الأنشطة وحلقات التحفيز والبرامج والنادي، ما كان أبداً حاسي بفروق، خاصة المجتمع اللي كنا فيه اللي هو سكن و12 عمارة وأسر مختلفة وجنسيات مختلفة، ده ساعد الواحد كثير. يعني ما قادر أقول لك إنه لو في نعمة أكثر من كده، إنه الواحد في أسر ممتدة اتشكلت باعتبار وجوده في بيئة أكبر من إنه والله بيئة الشقة مثلاً كان ساكن فيها في عمارة في حارة ما معينة. نعم، ده كلام مهم جدا جدا، عشان كده نحن بنلقى دائما في الغرب يعني الدول الغربيه خاصه امريكا بريطانيا وكده
بينادوا بالانتجريشن اللي هو بالاندماج، باندماج المهاجرين. يعني بيقول والله يا اخي حتى بي يعني عنده لها برامج كبيره جدا جدا، يعني عايزين بقدر الامكان وباسرع فرصه انه والله يا اخي الزول اللي بيجي مهاجر ده مجرد ما خلاص هو ارتضى انه يقعد في البلد دي المفروض يندمج مع المجتمع طوال. يعني ففي الدول العربيه شويه الحته دي ممكن يكون فيها تقصير، لكن الناس لانه باعتبار انه والله البيئه قريبه من بيئتي انه من السودان انا مشيت السعوديه وكده، فممكن الاندماج بيكون اسرع، لكن في نفس الوقت بتكون في حاجات مفقوده. فانا انه مبسوط انك انت الحاجه دي بتاثرت بها. طيب عاوزين دي برضه لو حضرتك نقطه هنا. نعم هو طبعا يعني اي سيستم منظومه مصممه لمصلحته، يعني مثلا ما شرط انه الاحسن مثلا ناس الخليج يقول لك اسمحوا لك بجنسيه كامله وكده، لا يعني في فيزا عمل موجوده في اي مكان في كده. نعم في دول ثانيه عندها قوانين مختلفه، لكن نشوءك دي كلمه للناس خاصه اللي اتولدوا برا، اولاد المغتربين الكده، بتاثر على مخيلتك وعلى احلامك وعلى نظرتك لنفسك وانت ما حاسي، لانها مكتوبه جواك بحبر سر. يعني بيبقى فكره مثلا الانسرتينتي اللي هي ما متوقع، يا ربي انا حقعد سنه، يا ربي انا حقعد سنتين، يا ربي اقامتي. فالقلق ده بيبقى جزء من الطبيعي. ممكن زول يتولد وعاش في مكان ثاني في السودان او هناك ما عنده الحاجه دي، ممكن تاثر في شخصيتك. تبقى انت فكره الحلم بتاع الوطن، يا ربي بتنقى عندي وطن، يا ربي بتن ارقد وارتاح كده، يا ربي تبقى مسيطر على احلامك، عاوز تعمل دي بعدين تشوف الحياه ثاني فيها شنو. بعد 10 سنين 20 سنه يبقى حلم الوطن ده مسيطر عليك، فهي بتاثر جواك. ممكن مثلا ناس يبقى انطواء في شخصيتهم انه والله شايف روح دائما لازم يكون خلف الكواليس. ليه؟ لانه الواجهه دائما للزول بتاع البلد، الزول اللي هنا، ومرات بتاثر في الشخصيه، في المخيله، في الاهداف، انت ما حاسي. الكلام ده استطراد لكن ممكن ليه بعدين نسوي. نعم ده كلام مهم جدا جدا، لانه يعني الانسان بطبيعته بيحب الاستقرار. يعني فلما نجيو حته بتاعت انه والله يا اخي انا ما حاستقر وما كده، ففي حاجات كثيره بيفقدها. فالنصيحه دي انا بقولها للناس بالذات اللي في الخليج، يعني او مش في الخليج، اي زول يعني طلع برا السودان، يعني انت تحدد انه والله يا اخي انا دار اقعد كم سنه. مثلا انت جاي مثلا اوروبا امريكا دار تقعد فور جود، يعني خلاص تبقى مواطن هناك، ابقى مواطن هناك بالايدنتيتي بتاعتك، يعني بالكلتشر بتاعتك، بحاجاتك، واستفيد من حاجات البلد. لكن حته انه والله يا اخي انا 200 ارجع السودان 200 دي بالمناسبه بالعمر ده ما ماشي، بتسرق من عمرك، وفي نفس الوقت بتخليك انت في حاجات فعاليات كثيره جوه في نفسك انت بتتفجر. فهي دي واحده من المشاكل اللي بتاثر على دائما المهاجرين او المغتربين. فانا سعيد انك انت اتطرقت للحته دي. طيب نمشي لقدام يا احمد. الدراسه بحكم انه والله الوالد يعني ضليع في اللغه العربيه وفي الاندلسيات وكده في الادبيات دي، الحاجه دي اثرت عليك كيف في وقتها زمان؟ يعني ايوه انا اتذكر يعني كان ابوي كل مره يجي من الجامعه من المدرسه كزونا صغير بيقول لي يعني جيب الكتب، لكن تحديدا كتب القواعد والعربي والتعبير، وجنبه في السرير وندخل فيها كده يعني، وبيديلها بنفس. فده اثر كثير في انا ما بحب الشعر، ما بيروق لي يعني، ما بقرا شعر، مع انه كان مكتبته مقامات منه والأشعار الأندلسية والمعاجم والطيب صالح، حتى دراسات العليا كانت في الطيب صالح، لكن أنا أبدا ما قريت الحياة دي، ما كانت تستهويني، لكن اتسربت لداخلي وأنا ما حاسي. يعني الحمد لله مثلا اللغة العربية فهمي لها، كمان مع القرآن الواحد كان بيحفظ في التحفيظ وفي كده، فأظن الشرب جزء من 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 التمكن اللاواعي كده للغة العربية وحبها عن طريق الاستغراب عن طريق الوالد، يعني خاصه في التعبيرات يعني في اللعب بالكلمات، في انه كيف المفاهيم والايديا استعمل لها كده كونسبت معينه وتديها اسامي. فالحاجه دي انا تستهويني جدا يعني، اظن شربتها من الوالد رحمه الله عز وجل. يا سلام، حاجه جميله طبعا. وطيب مشينا الدراسه كمثل الدراسه الثانوي في المملكه العربيه السعوديه، الدراسه الجامعيه. ممتاز. طيب فتره يعني طبعا في السعوديه بعد ما تخلص الثانوي، الدراسة في السعودية صعبة باعتبار سوداني موجود هناك، الفرص محدودة في الجامعات الحكومية وكده، فبيبقى بعد التفكير أنا حقرا وين. لكن كخلاصة للمرحلة دي أنا بقدر أقول إن فترة السعودية 18 سنة كانت مرحلة تأسيسية للواحد ممتازة جدا. السعودية فيها ميزة يعني الواحد دخل في نظام التعليم فيها إكسبوجر يعني رؤية لحياة وتجارب مختلفة، الواحد استفاد منها وتعلم منها جدا، بقى عنده أصحاب من جنسيات مختلفة. السعودية
في بيئتها ذاتها فيها من هنا ومن هنا، خاصه للعرب يعني بتشكيله يعني واحد بدا يفهم الشوام، يفهم الخليجيين، بيفهم المصريين، بيفهم ذاته في السعوديه اللهجات المختلفه وكذا. فعملت الواحد اكسبوجر كويس جدا، استفاد الحمد لله وتعلم منه. وصلت لنهايته كنت عاوز وراغب انه انا اواصل اقرا في السعوديه. ودي حاجه غريبه، انه دائما السودانيين بيتخرجوا يا سافر برا يا رجع السودان. انا كنت عاوز اقعد اقرا في السعوديه، وطالما ابوي في جامعه الملك سعود قلت اقدم فيها. لكن طلع التحدي انه عشان نقبلك في الجامعه لازم تدخل كليه غير سياديه. غير سياديه يعني شنو؟ يعني ممكن تدخل طب، تدخل هندسه، تدخل صيدله، ما ممكن. دي محفوظه مثلا ليهم للمواطنين. انت تقرا معانا هنا مرحب بك، باعتبار والدك دكتور في الجامعه ممكن ادخلك كليات الادبيه كلها، ممكن ادخلك معمار، ممكن ادخلك كليات العلوم. هذا الخيار عندك. فانا قمت اقول ابوي قال لي اسمع قدم، لكن خلي عندك حاجه في السودان كمان. فبرضه قدمت في السودان. وفي السودان الغريب مع انه انا اخواتي اكبر مني ثلاثه، جزء منهم قرا في الخرطوم، جزء منهم قرا في حميدة، ما بين صيدلة وما بين طب. ودي كانت رؤية الناس البيت يعني هي إما حياة طبية. لكن أنا يعني القرار اتخذته كالتالي، يعني في قرارين بالنسبة للبلد وين وبالنسبة للتخصص شنو. بالنسبة للتخصص لاحظت نفسي قلت أنا ما بحب العلوم والحفظ والأحياء والميتوكوندرية والحياة دي ما بحبها. لكن يعني كان الخيار الثاني شنو اللي دلبو دوك لصيدلة، الخيار الثاني اللي هو هندسة يعني. فحقدم هندسة، لكن ده كان بس مجرد تفكير يعني. دي الحاجة الوحيدة اللي أنا كنت فاهمها في الحياة في سن 18 اتخذت منها قرار التخصص. اللي هو لو ما بحب العلوم معناه ما طب وصيدلة، إذا الخيار الثاني شنو؟ هندسة. هندسة يات واحدة فيهم الكهرباء الوقت ده كانت شيك كده يعني، كان كهرباء واتصالات وكان الشركات داخلة زين وما عارف شنو في السودان كانت الفئة الكلام ده كانت ثلاثة وممثلين والحياة دي. فقلنا خلاص كهرباء يعني مدنية تعدين دي كل السبعتها، فخلاص قلت هندسة كهرباء. فقدمت للسودان وقدمت أول طلب يعني أول رغبة الإسلامية. الوقت ذاك تحديدا برضو كان عندي كده يعني فهم معين للدين إنه أنا عاوز أقرأ في جامعة غير مختلطة. الغد يعني ده أقول أبوي فده راجع حتى والله يحاول معي والله، لكن يعني دي كانت النظرة يعني ممكن أنت من القرار ده تحكم الفكرة دي كانت نفسياتي كيف ورؤيتي للدين شكلها كده. فقلت إنه أنا يعني تخيل ده قرار مصيري بتاع تخصص خمس سنين، كان في حاجتين، وأنا عاوز أقرأ هندسة لأنه ما بحب العلوم، وأنا عاوز أقرأ في جامعة غير مختلطة عشان كده عاوز أقعد في السعودية. لو مشيت السودان حقرأ في الإسلامية بس. فقدمت الطلب وفعلا جاتني الإسلامية، كانت نسبة نازلة فجاتني الإسلامية كتبي جنبها. وقدمت في السعودية جاتني قبلون كلية العلوم. أنا طولت ولا النظام عادي كده؟ لا 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 تمام مبسوطين جدا احنا. أنا بس قولي يا أحمد اختصر. لا 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 بالعكس يعني واصل خد راحتك يعني. فقبلوني في العلوم في جامعة الملك سعود. فحيبدأ السمسترين مع بعض في سبتمبر يهو 2002. فأنا قلت خلاص أنا حبدأ في العلوم هنا على أمل لو جبت معدل معين أقوم أحول في الملك سعود في الجامعة إلى الهندسة. والإسلامية حوقف شوية بس حمش هسافر السودان أعمل الطلبات والحاجات والهناء والقبول وكذا وأخلص ورقي وأقول لهم أسمع مع السلامة أنا حجيكم بعدين أشوف حيصل. فكان أبوي برضو يعني كذا الهندسة دي مكلم مسجلة الصيدلة في الإسلامية قال لي أسمع وصاحبه قال له احمد داوي ناوي وقال لي ما في مشكله لو جانا بشهادته كده ممكن نشوف نقدر يعني يقدم التقديمات وكده. فانا داخل الجامعه مع خالي ما اشيل بتاع الصيدله على زمان انا حكمل يعني خلاص يعني همشي صيدله. فمشيت هناك ولقيته قلت له اسمع انا ما داير، قام سكت معي كوزات ومشينا الهندسه وسجلنا يعني لحد اخر دقيقه وقرر قرار مصيره يعني تايه كيف. اخذت وانا خالي الله رحمه الله عليه يكون في السنة الفات عليه الرحمة الناس الله نعم. الناس القريبين لي جدا وكانوا معي في العين الشديد السودان يعني واحد يمكن له مكانة خاصة. فخالد الله رحمة الله عليه وأخذنا المسجل ومشينا هندسة وسجلنا والأمور تمام. قفلت الملف رجعت السعودية وكملت السمستر الأول خلصت وجبت المعدل المطلوب من 5.8 ما عارف شنو
في تحول قالوا لي للاسف انت وصلت الديدلاين الديد اند يعني خلاص ما عندك حاجه اكثر من كده. وبعد ذاك كان عندي زميلي خلاني خلاص انه انا يعني ما حقدر. كان عندي زميلي معي من ايام المتوسط كنا في المدرسه سوا مع بعض, كان هو قرا معي علوم وسعودي وحول لهندسه وانا كنت يعني شو معاه في الرحله ومرات اشرح له وكذا وهناي وقدر يعطي علي مني شويه. فقلت اذا الزول ده خش هندسه انا ما ممكن اواصل علوم. واحنا مع بعض كذا يعني شنو هنا دي اللحظه انا فهمت انه شنو يعني خلاص ده حدك هنا يعني المكان ده عظيم جدا وتعلمت منه كثير استفدت منه شديد, لكن اي حاجه عندها حدود وحدود حدود معقوله, لكن المنظومه دي على حسب اذا عاوز تواصل كذا ولا اذا عاوز تخترق بطريقه ما تشوف انت عاوز تعمل شنو. فقلت شلت ملفي ورجعت السودان وبديت على الهندسه الاسلاميه هناك. بديت هناك رحله جديده ومرحله جديده. طيب كلام جميل جدا جدا. قبل ما نمشي معك رحله بتاعت الاسلاميه, اتخاذ القرار طبعا من اصعب اتخاذ قرار في الفتره زي دي, عشان كده احنا في مبادره الباحثين بيجينا اسئله زي دي انه يا اخي والله انا داير اقرا التخصص كده التخصص الفلاني رايكم في شنو شنو. طبعا ديل الواحد يعني بيحترمهم جدا وبيحتزبهم جدا لانه ده دار استشيرك يعني هو ما عارف, اكيد لو هو عارف عنده القرار ما كان يسأل يعني. طيب يا احمد انت في الوقت ذاك ساعدك في اتخاذ القرار منه؟ ساعدني في اتخاذ القرار. طيب أظن واحد الحرية اللي ادوني لها أهلي يعني قالوا لي إحنا شايفين أو بنفضل كده لكن أنت تتخذ العزو, فما كان في إجبار على حاجة معينة أو ما راضين عنك يعني يا إجبار ناعم يا إجبار مباشر. دي كان واحد يعني مساحة الحرية لكن بدايركشن. الحاجة الثانية بس مجرد السماع من الأصحاب والناس اللي حولي يا جماعة يعني إحساسي إنه والله يا جماعة الناجح في المجتمع شكله كده, بقول بس أقول بس ما فلان مهندس فلان دكتور فلان, فبقول بحاول الإكسبكتيشنز. أنا ولسه غير قايم عمري 18 مش بس ما يعني ما النجاح شنو, فبقول يا اسمع مهندس دكتور اشتغل وصل, فقلت يا الله دي معناه النجاح. لكن ده أظن ده الحاجتين بس. لكن غير كده فكرة إنه أنا منو ولا المتاح شنو ولا المستقبل ماشي وين ولا أقعد مع واحد أسمع في اختيار التخصص ولا مسارات الحياة, الأفكار دي ما كانت في ذهني أبداً. يمكن كنا نسمع كلامات مثلاً لإبراهيم الفقي الوقت ذاك السويدان اكتشف مستقبل يعني في أفكار زي دي. الواحد أخذ دورات كده خفيفة أو شرائط فيديو كنا نسمع الوقت ذاك أدته أفكار إنه والله رغبة حياة, لكن عملياً زول يقعد معاك بالورقة كده ويوريك الحاصل دي ما أظن حصلت. ولا كان في يعني مثلا محاضرات مثلا في الجامعه او ايام مفتوحه انه والله يا اخي بتوري انه والله يا اخي الجامعه دي بتدرس شنو التخصصات بتاعتنا دي شنو وانت الدرجات على عايزه شنو, كان في حاجه زي دي في الوقت ده في المدرسه؟ لا في المدرسه لا. كان في حصه نشاط يعني بنجري في حاجات مختلفه كمبيوتر ما عارف شنو, لكن ما كان في انه والله الجامعة وخيار. أنا قريت مدرسة حكومية سعودية, يمكن في مدارس ثانية مثلا يعني أهلية ولا آي جي ولا إنترناشنال كان عندهم مسارات زي دي في منهجهم أو في نظام المدرسة اللي كانوا فيها, لكن أنا في المدرسة اللي قريت فيها ما بتذكر إنه كان في زيارات من جامعات أو خيارات محددة لها علاقة بالخطوة الجاية التخصصات اختياراتك أنت شنو. كان أظن بس أكثر المناهج اللي إحنا ماشيين فيها, وبعد ذاك انت بتحب شنو يعني انت بتحب شنو تواصل فيه بتحب تعريف شنو تفكفكتك كيف, او في مرشد معك كان في مرشد طلابي لكن يعني ما كانت مهمه تقول يعني ما يقول انه هو يشاطر لك اكثر يقعد يا ولد تسوي لي هنا, لكن ما اظن فكره انه يديك كده 1 تو 1 ويستوعب انت منو ويشوف معك المستقبل ما الحياه دي ما حتى اسي فيه ولا في جهات بيعملوها ضمن المدارس او المنظومه, لكن انا ما مرت عليه. طيب جميل. طيب يا أحمد مشينا جامعة أم درمان الإسلامية وأحمد ويعني في العمر الغضة وشهادة عربية وجا السودان وبدأ جامعة أم درمان الإسلامية. أيوة طبعا دي فيها قصة لذيذة. أول يوم جيت الجامعة طبعا نازل من المطار يعني عندي صاحبي اللي هو قرينا مع بعض المتوسط والثانوي والجامعة زهد ودخلنا مع بعض اسمه محمد مرموسة ربنا يذكره بالخير مهندس في السعودية. فقام يعني من أول يوم لاقاني وقمنا طوالي مشيت طبعا أول يوم أنا دخلته هو كان خلاص آخر أسبوع قبل الامتحانات عشان شنو أنا كنت السيمستر ده كله أنا ما حطيته ولا يوم كله كنت هناك في السعودية في الملك سعود,
فلما جيت نزلت مشيت الجامعه قابلت المسجل خلصت وري قال لي اسمع الجماعه دي كلهم مشوا رحله النقل النهري فانت شيل الجدول الامتحانات ده سلمه لهم بهناك وامشي حصلهم بعدها. فركبت انا ومحمد عمر طلعنا بالعربيه مشينا. فتخيل انا ماشي عليهم اول يوم حلاقي الدفعه ومشيت بحري وقفت العربيه وانا لسه جاي من السعوديه لابس جلابيه ايش ده اول يوم كده لابس جلابيه وطاقيه وشال جدول الامتحانات وقفت العربيه وجيت كده داخلهم فقالوا بيضحكوا علي بعدين بيقول لي انت جيت ما اجد الامتحانات وبيقول لي يا رب المستثمر القطري ده جايين شنو من اول يوم داخل هنا جدول الامتحانات والطاقيه والجلابيه. فمشينا خلصنا الرحله بنتعرف على الناس. اليوم اللي بعده كان في ورش المفروض نمشي ورش مهنيه ولا شنو في الجامعه. فجيت الورش وانا لابس الجلابيه برضه انا الوقت لحد الوقت ده لسه الجلابيه دي اللي لبست لسه كده البنطلون والقميص والحياة يعني ممكن دي برضو مؤشرات ان الواحد ممكن يبدا يحط شكلها كيف. فقام استاذنا بتاع الورش قال لي كم ثاني قال لي احمد مولانا جلابيه معانا بص قال لي ثاني لان انا قاعد امسك المنشار والجلابيه جوا واعمل لي كده ايش الطاقيه قال لي مولانا جلابيه معنا اليوم ده كانت انا امسك جلابيه خلاص مش طلعت انا اصلا يعني وحياتي ولا فدي كانت اول يوم في في في, في الاسلاميه. يمكن الجامعه ستتغير لكن وضع الوقت ده كانت قاحله مسافه من البوابه وفي خيران والجامعه البيئه حقتها كانت صعبه شويه المراوح ممكن تقع الكرسي ما هنا ما في تقوم تجيب كرسي الكرسي البيئه كانت صعبه ما سهله. ثاني حاجة التعليم كان جزء كبير منه باللغة العربية ودي حاجة يعني ممكن أقول لعنتها استمرت معانا لفترة يعني إحنا وكده ما كنا واعيين شديد لكن جزء كبير من المواد اللي مادة ومادتين قريناها بالإنجليزي. طب يا ربي يعني وش البيئة الصعبة بعدين تخصص الواحد ما حاسي بقيمته أو الفاليو بتاعه أو معناه أو كده اللي هو الهندسه. طيب بس هظبط الفيو عشان اقدر اشوف. اوكي تمام. ثاني الحلو كان فيها اظن الناس اللي تعرفت عليهم يعني الدفعه الشباب الموجودين قربنا من بعض وجودنا مع بعض العلاقات اللي استمرت ما بعدها دي كانت ممتازه. اما التعلم نفسه انا كاحمد دراسي أقدر أقول إنه أنا ما طلعت منها بحاجة كبيرة. حتى أنا بعد ما خلصت الهندسة ما واصلت فيها بعد كده أبداً. من سنة ثالثة عرفت إنه أنا ما حقدر أواصل. ممكن أحكي لك بعد ذلك القصة اللي أنا اتخذت القرار ده وكده. لكن في المجمل حسيت إنه التجربة التعليمية اللي أنا مريت بها في مرحلة البكالوريوس في الهندسة في الإسلامية ما كانت بالمستوى أنا راغب فيما بعد لما نظرت له. ولكن الواحد يتعلم فيها اللي هو العقلية الهندسية وتفاصيلها زائد الناس اللي يتعلم منهم يعني وبيكو جزء منهم من حياته من دفعة والشباب والأصحاب يعني. طيب أحمد يعني أنت جيت يعني مجتمع بالنسبة لك لأنك أنت تولدت في السعودية وتعلمت قريت المدارس كلها في السعودية جيت المجتمع بتاع السودان يعني وطبعا دائما يعني المجتمع في السودان بينظر لناس الشهادة العربية دي لأنه الناس صوفت شوية ناس ممكن تقول منعمين وكده يعني الحاجات دي يعني أكيد طبعا بتكون لاقتك امتصيتها كيف؟ ايوه بس ان شاء الله لك سلتك ممتازه شديد يعني انت بتخش تغرف من جوه تمام فبتخليني شويه كده يا رامي مذاكرين تمام ما شاء الله عليك. يا طيب اول حاجه في دوائر على دائره الاهل. فطبعا انا كنت عايش الوقت كله برا بس بجي اجازات وبرجع فانا جاي احسي احمد كبير شويه بادي دار استكشف مستوى الأعمام الخيلان الأسر الممتدة. طيب بيزور منوك التعامل كيف الناس الصغار الكبار دي كانت حلقة كده وكان عندي يعني أخواتي وناس البيت بيساعدوني في الحاجة دي والواحد بيحاول يستكشف يعني طبعا الحمد لله الأمور مشت تمام يعني واحد الناس حبوه والأمور تمام. في الدائرة الأوسع منها اللي هي في المجتمع عموما الواحد دار استكشف يعني يعرف دوره شنو يستكشف ساعدتني فيها كثير. إنه أنا بديت أتعرف على ك
كان الوقت ذاك بادية صناع الحياة كمبادرة كمنظمة كبرنامج تلفزيوني. فأنا كنت يعني بالطاقة الجواي اللي هو أحمد الحاب يعمل حاجة، أحمد الداعية، أحمد اللي بيحب الإسلام، أحمد اللي يقدر يقدم حاجة للناس. لقيت في 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 المبادرة دي مكان ألاقي فيه ناس أعمل فيه مشاريع، أشوف طاقتي وأنا لسه شاب يعني أدوب كده في بلد بالنسبة لي جديدة أستقر فيها وبستكشف المساحات دي. دي كانت بيئة بالنسبة لي يعني خلال فترة الجامعة أقدر أقول لك ده هو الاستثمار الرئيسي اللي أنا عملته في حياتي. مشاركتي ضمن مبادرة صناع الحياة كزول مثلا مدرب عضو مجلس إدارة مشاهم في الإدارة والشباب اللي تعرفت عليهم دي كان بالنسبة لي ثروة كبيرة. يعني مرة أقول أنا ليه قريت في السودان بيكون جوابه قريت عشان أمر بالتجربة دي وأتعرف على الناس ديل وأنضج من كده وأفهم التفاصيل دي اللي كمان ممكن ألقاها في أي مكان تاني. أظن دي كانت أكثر شيء ساعدني في فهم فهم تفاصيل الحياة في السودان والاندماج فيه المرحلة دي يعني والتجربة. نعم هي طبعا مهمة جدا إنه زول أي مجتمع يمشيوا ده الكلام قبل اللي قلت لك بتاع الانتجريشن أو بتاع الاندماج. يعني زول عشان أنت ذاته تعرف نفسك أنت ماشي صح أو ماشي غلط، المجتمع اللي أنت مشيت فيه ده لازم تندمج فيه ولازم تعرف العيوب بتاعته وتعرف المحاسن بتاعته عشان أنت ذاتك تقدر تتفاعل معه وتستفيد منه يعني. طيب نجي أنا ما دار أقعد معك كثير في المرحلة بتاعت الجامعة دي، لكن بس الدراسة الأكاديمية وبعدك نمشي اللي منها لقدام. الدراسة الهندسة يعني الشيء شنو اللي خلاك إنك أنت والله تحب الهندسة وتواصل فيها يعني؟ تمام. طيب أنا بالنسبة لي عالم جديد وما داخله بهدف ولا عارفه هو شنو، بس لازم أمور مرحلة الجامعة دي وفي أقرش هندسة. فأنا ماشي فيها بديت ألاحظ لنفسي والناس اللي حولي بيلاحظوا إنه أنا أي مفاهيم يعني أول حاجة إنه أنا كان عندي الحمد لله نعمة كبيرة بقدر ألخص المواد وأبسطها وأشرحها. حتى أتذكر السمستر الأول جيت فيه متأخر كان باقي لي أسبوع امتحنت مع الناس وطلعت أول الدفعة، فالناس بيعاينوا في النتيجة أحمد الخان جدا منه بالضبط السجان أول الدفعة. فالحاجة دي مع أصحابي الحولي في السمستر الثاني في الثالث بيبقى في حاجة اسمها ملخص خانجي، بيجي آخر ثلاثة أسابيع بيجيبوا أحسن ملخص موجود زول كذا بكتب نوتس كويسة بيندوني ليها، وإحنا الجروب بتاعنا كده 14-15 واحد يزيد وينقص يقولوا خانجي ها الشرح طلع الشرح طلع لحد آخر أسبوع. بكون أنا قعدت فكفكت شفرات المادة عملتها في شكل قصة، يمكن أمير صلاح لو قاعد كان من أقرب الناس لي في المرحلة دي. بعد ذاك بيجي بحكي لهم قصة المادة وتربيطاتها وتبسيطاتها والحمد لله يعني فترة طويلة الناس يقول لك مبسوطة ويقول لك بنجح الملخص خانجي بشرحه. فأنا الموهبة دي نمت هنا وخلتني لحد ما أتعايش مع الهندسة اللي أنا قريتها. يعني لما يقولوا لما أقول هندسة كهربائية بتكلم عن التجربة اللي أنا قريتها، لكن ما الهندسة اللي بعد ذاك شفتها وعرفتها وفهمتها في جامعات تانية أو في خيارات برا أو جوا أو في شركات أو كده، لكن الهندسة اللي أنا مريت بها تحديدا عشان نقطة مهمة. عشان لو في زول يعني لسه بيتخذ قرار سمع كلامي عن الهندسة بتكلم عن هندستي أنا المرد بها. فأظن دي الحاجة الأولى إنه الموهبة دي المرد. الحاجة الثانية اللي لاحظتها والناس لاحظوها حولي إنه أي مفهوم هندسي يتقال أنا عندي له ريفليكشن مختلف أو إسقاط مختلف في العلوم الإنسانية. بمعنى الدكتور قاعد يتكلم قال ما في الأقمار الصناعية وهي ترسل شفرة من المستقبل إلى المرسل وهذه الشفرة بيكون فيها إزعاج أو نويز ولكن يتمكن. فأنا طوال برفع يدي بقول له يا أستاذ هل الحاجة دي موجودة ما بين البشر؟ هل ممكن أنا كأحمد مرسل أرسل ذاتها المستقبل والإشارة دي تكون في شكل مفهوم أنا عاوز أوصل؟ يقوم في ناس يا أحمد يا غاليك الله ما تجنيننا يا الأستاذ يقول لي يا أحمد كلامك ده كويس لكن ما وقت واسي بيقول لي بس بقعد أقول يا أحمد تعمل في شنو يعني اللي يقول لك مثلا بطلع بقوم بتكلم ما أعرف شنو يعني فعندي كده مهارات إلقاء وحاجات ودار أشرح ودار أعمل حياة إنسانية كده أكثر وما شغال من التفاصيل حقتهم شديد يعني. لحد سنة ثالثة قمت بديت كده أشوف مواضيع الدورات التنمية البشرية، جا الفقه حضرت له كورس، السويدان بحضر له، كان الوقت داك طالعة حاجة اسمها البرمجة اللغوية العصبية فجمودة من الإمارات حضرت له، وبعد ذلك اهتميت بالموضوع فمشيت قريت فيها كورس، عملت دبلوم في السودان، أنا عملت ممارس في الإمارات، عملت ممارس متقدم في السعودية، وعملت مدرب. يعني حتى كنت في فترة وكده كان بدري 2005 وكنت في ثالثة جامعة. وزاته أبوي ما يعني كتر خيره قال لي اسمع الحياة اللي أنت شايفها توكل على الله، يعني عمل إنفستمنت فيني كان وكده كبير وبقيت فيها مدرب. فالحاجة دي
كانت بالنسبة لي زي جسر إنه أحمد البقرة هندسة وحيبقى مهندس، لأنه قاعد يستكشف عوالم تانية في العلوم الإنسانية لما تخليه. كانت الدورات والبرامج دي ولقيت فيها نقاط بتلمسني، لكن لحد الوقت ما أعرف اسمها شنو في العالم الأكاديمي والممارساتي والحياتي وكذا، لكن حاسس الحياة دي جميلة. أنا حبني على الهندسة، وكان في سنة ثالثة قلت لأبوي اسمع أوقف الهندسة وأمشي أقرأ حاجة تانية. قال لي شنو؟ قلت له أنا الفاهم إنه غالبا بزنس أو هيومر أو موارد بشرية، ما كان علمي نفسي أو كذا، لكن غالبا بزنس. قال لي أقول له حاجة، خلص الهندسة باقي لك سنتين، بعد ذلك أقرأ MBA عليها، وبعد ذلك ممكن تواصل يعني في الـ MBA أنت ممكن تجيب الحياة دي. فكان فكرة ممتازة كملتها ووقفتها. فبس فكرة إنه الجسر ده كان من الحاجات برضو ساعدت. فده النقطتين كانوا في الجامعة كان مهم الواحد عشان لا كلام مهم جدا جدا يعني. طيب مشيت يعني شلت من الهندسة، شلت منها الجانب ممكن نقول الجانب الاجتماعي او الجانب بتاع اللي هو الحاجه دي. وانا شايف انه ما شاء الله يعني انت قلت التلخيص بتاعك والرسومات، فانا شايف الحاجه الورق دي جميله جدا الالستريشن والحاجات دي. طيب اتخرجت من الهندسه وفي نفس الوقت انت كنت شغال في الكوتشنج بتاعك او التدريب بتاعك بتاع الحاجه دي، بعد ذاك الحاجات مشت كيف؟ ممتاز. اتذكر في اخر امتحانات خلاص الجامعه انا هخلص المفروض احضر الحاجه اللي بعدها، فاتصلوا لي مركز تدريب قال لي اسمع احمد عندنا دوره كنت تحب تقدمها. انا كنت بقدم دورات يا هو تطوعيه كده في محيط بتاع صناع الحياه، ودي البيئه الواحد يعني قام فيها وصقل فيها المواهب دي وعرف انه هو ممكن يضيف حاجه في الشيء ده. فقلت لهم اسمعوا، انا اسي ما ناضج كفايه وما عندي خبره كفايه، يمكن اكون عندي معلومات او اعتماد او شهاده، ادوني فرصه خلوني انا شويه كده امضي عشان اصلا اتكلم معهم ديل أنقول لهم حاجة أنا عملتها. في ناس أنا ممكن أقول لهم اسمعوا أنا عملت كلاس، أنا اشتغلت هنا، أنا خلصت المادة، لكن ما في خبرة حياتية حقيقية أنا أنقول لهم. فاحتراما لهم وليكم ولقروشهم واستثمارهم أنا ما هقدم الحاجة دي. فده كان واضح لي أنه أنا حابي تكون يعني الحاجة اللي حعملها في الحياة يكون يعني فيها فاليو، باخذ منها قروش وبقدمها للناس لها علاقة بالشرح يعني explain. حابي كده، أنا بحب كده أشرح. هل هي مدرب أستاذ جامعي، هل هي أستاذ، هل هي ميسر؟ الوقت ده كنت شايفه مدرب يعني في الوقت ده. فأظن ده كان اتجاه. وفي نفس الوقت كنت حابب المسارات بتاعة كنت لسه بستكشف فيها، اللي هي البزنس كحاجة عندها قيمة اجتماعية. فالكلمة اللي جيتها اللي هي social business، يعني البزنس كمحرك وأداة لأنه يعمل تغيير، بمعنى يساعد في التعليم، يساعد في الصحة، يساعد في الاقتصاد. لأنه أنا اشتغلت لفترة طويلة مثلاً 4-5 سنين في الجامعة كزور متطوع، فبشوف إحنا بنعمل حملات، لكن الحملات دي بتبدأ وتنتهي. مثلاً وزعنا حقيبة رمضان، نجي السنة الجاية نفس الزور حقيبة رمضان، السنة اللي بعدها الحملة الفلانية حقت الكساء أو الغذاء أو شتو الكساء الشتاء. فقلت يا ربي شنو الحاجة البديلة للحاجة دي يعني غير الحملات اللي هي عظيمة وبتستدعي احتياج. فبدأت أفهم مفاهيم كده أشوفها، والوقت ده كان يعني الإنجليزي بتاعي محدود جدا، وكنت لسه بحاول أونلاين. فبدأت أسمع كلامات محمد يونس بيعمل حاجة اسمها الاستثمار الاجتماعي أو السوشيال بيزنس، في ناس بيعملوا الحاجة دي. ده كان الفترة أنا بخلص من الجامعة وطالع، فكان فكرة التدريب فكرة، كان فكرة السوشيال بيزنس أو الاستثمار الاجتماعي فكرة ده استكشفها، وفكرة إنه أنا محتاج تجربة برا خارج إطار السعودية السودان. لحد هسه أنا حياتي كلها عبارة عن الرياض الخرطوم، الرياض الخرطوم. بمشي إجازات برجع، مشي إجازات برجع، جيت قريت الجامعة، مشي إجازات السعودية، جديد الإقامة وأجي راجع. فقلت يا رب العالم دي شنو تاني؟ فدي ثلاثة محركات كده كبيرة كانت جواي على أساس أنا بحاول أستكشف المرحلة الجاية. نعم. ده كلام جميل جدا جدا. يعني مرحب بكل الشباب المعانا يا جماعة في الـ في الـ في الزوم. مبارك جعفر، عمر عثمان، محمد عبيد، هيثم الكاشف، أبو القاسم، أحمد داود، من نرحب بكم، رحب الشباب المعانا في اللايف. يا جماعة نحن آخر نص ساعة بنديكم فرصة إنكم تتداخلوا مع الباش مهندس. طيب يا باش مهندس، يعني جميل جدا جدا، يعني سيدي نحن ماشيين كويس جدا، بعد خلاص بدأ في حاجات بدأت تتبلور صح في العمر ده، يعني بعد ما أنت تخرجت من الجامعة وكده في حاجات كثيرة وضحت لك، وفي حاجات بتقول والله الزمن لو رجع بي ورا انا كان ممكن الحاجات دي اعملها بصوره ثانيه. بالضبط. يعني كان اول خطوه عملتها طبعا
في حلم يعني او يعني حلم للوالد لي او رؤيه انه انت يعني حق تواصل دراستك العليا لحد الدكتوراه مباشره ورا بعض، لان وصولك قبل مرحله الدكتوراه اذا خلصتها بعدك لما تبدا الحياه بتكون اقوى، بتكون في منصب احسن، في وضع افضل، بتكون تعليمك احسن. فدي هي كانت رؤيته لي، ودي كانت يعني حاجه متملكاني جدا. فطوالي بديت اشوف اقرب الماستر انا حقرا وين. فبديت بدايه من فكره اني اقرا برا، غريبه لحد الوقت ذاك ما كنت متخيله، يعني ما قادر اشوفها. فقلت انا اشوف السودان حقرا وين. في الجامعه قالوا لي عاوز تقوم مساعد تدريس تدرس في الجامعه، قلت لهم لا انا خلاص بعد الهندسه ذكر اخر ورقه امتحان قلبتها وقعدت اكتب مذكرات كده، قلت انه الحمد لله رب العالمين اكتملت مرحله كده 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 واستفدت منها كده وكده وكده، ولكن الان حان الوقت الرحيل الى تجربه اخرى والهندسه بعد ده. السلام عليكم. انا بعد الورقه ديك ثاني الهندسه لا دخلت لها كتاب، لا قريت لها كلاس، لا قدمت لها حاجه، لا عملت فعلا نهايتي معاها تماما الا ما واصل معي فيها من فائده يعني. فبدأت في السودان قلت يا ربي أقرأ وين وأقرأ شنو؟ قلت أنا بناء على الحياة اللي استكشفتها مؤخرا أنا أشوف كليات إما تعليم منهجيات التعليم أنا بحب أدرس كده أو علم نفس، قلت أشوف الكليات دي. وفبيت أسأل، لقيت في جامعة النيلين، في جامعة أزهري، فمشيت الكليات وقعدت أقدم وكده وما اكتمل الموضوع. قام في رحلة جات لمصر وواحد من قرايبنا إياس وياسر جعفر، كمان ياسر جعفر من الشخصيات اللي كانت محورية في حياتي في المرحلة الجاية دي. فمشينا مصر وقعدنا مع بعض، قام ياسر بدأ يتكلم عن فكرة القراية برا وأنه هو عنده نية. قام ساقني كافية كده بتاع انترنت قعدني، وقام فتح لي موقع بتاع جامعة في كندا اسمها ماكيل من الجامعات الكبيرة كده المحترمة، وفتح لي MBA بتاع بزنس استراتيجي. طبعا أنا أول شيء الكلام كبير شديد، يعني انه اول حاجه بالانجليزي هو فاهم، ثاني حاجه في كندا كانت ومكير حاجه من التوب 10، يعني شو بدا يتكلم معي في حاجات ملموسه كده لكن بالنسبه لي بعيده شديد. فالفكره بدات شويه تتغرس انه والله في عالم ثاني، في كليات ثانيه، في تجارب مختلفه في حته. فالفكره بدات تزرع كده، زرع الفكره فيني. رجعنا السعوديه بعد ذاك وقال لي اسمع انا ماشي ماليزيا حضر، أو ماشي ماليزيا واصل قراية. فطلع هو 2008 شهر 2، أنا قعدت أتلفت وقلت جنو أبوي قليز ما تحصله. وماليزيا أنا كانت أطلع عليها سهلة، يعني ممكن تدخلها طوالي وهنا. قلت لي أسمع يلا بكرة على طول ما ياسر قاعد بهناك أمشي أنزل معاه وأبدأ كورس إنجليزي وعندك أبدأ القراية ودراسة العليا. من هنا بدأت النقلة ما بين التخرج من السودان 2007، أخذت 2008 نهاية مشيت ماليزيا. دي كمان بعد ذلك مرحلة دي جديد. واصل طوالي واصل فيها. نزلت ماليزيا أتذكر أول لقطة، نزلت المطار فقعدت عاين انتظر سير الشنط وبعاين للمدخل البوابة المدينة، يعني كده قلت يا ربي هل ممكن الواحد يدخل البلد دي؟ هل ممكن يعرف ناس؟ هل ممكن يتكلم انجليزي؟ بتذكر تحديدا الصفة دي الحتين دي، قلت هل ممكن أتكلم أتواصل مع ناس بالانجليزي في لحظة ما قريبة؟ هل ممكن أقول نكتة بالإنجليزي وأنا أضحك؟ هل ممكن أحلم بالإنجليزي؟ يعني كان بالنسبة لي ده هو العقبة الكبيرة، أنا عاوز أكسر الحاجز ده بيني وبين العالم اللي هو اللغة دي عشان أقدر أمشي لقدام. فنزلت وقابلت ياسر الحمد لله، نزلني في نزلت معه ياسر، كان بالنسبة لي عالم جديد تماما، يعني الناس وأشكالهم والعماير والهنا، أول مرة أطلع من محور، أول سفرة لي برا العالم العربي يعني. فكانت نقلة كبيرة بالنسبة لي، فقعدت بس بستقبل معاي بشوف. بعدها اليوم البعض واخدني من يدي المعهد، مشينا ساقني قعدني جنبه عشان يتكلم معه، قال لي أحمد عاوز يسجل، عملت الامتحان دخلوني الليفل الثالث. قعدت 4 شهور أقرأ إنجليزي من البدايات، لكن كان أظن التعلم الأكبر كان الحاجات اللي هي الاستكشافات، الناس اللي بيقروا معاي، التعرف عليهم، لما أطلع بالليل أقوم في مؤتمر ما عارف بتاع التعليم شنو، أقوم أشوف الجامعات وهاي ألاقي الناس وأتكلم ولخبط، بعد شوية في كونفرنس وشنو، بعد شوية البيئة هنا، بعد شوية المتحف. فأظن المساحة اللي أخذتها الاستكشافية بجانب البرنامج ده 4 شهور دي كانت بالنسبة لي مرحلة استكشافية كبيرة الواحد استفاد منها. دي كانت محطة بتاعة الإنجليزي. بعدها
انت وريني بعدك. تمام، بس انا دارك الحته بتاعت الانجليزي دي، لانه يعني الشباب عندنا في السودان شغوف جدا يتعلموا الانجليزي، فدارك بس سريع جدا انك انت تديهم ادفايس او نصيحه انه كيف يتعلموا الانجليزي بصوره سليمه وبصوره سريعه. جميل. اول حاجه اقولها، انا كان عندي كتابات كتبتها يمكن بعدين نعمل لها شير اسمها رسائل المودع، واحده منها تعلم اللغه الانجليزيه، فحكيت فيها القصه بالتفصيل، فممكن ده يكون بوست ناس تشوفه. ممتاز. لكن لو حقول حياه سريعه، الحاجه الاولى انه التعلم الانجليزي ده حاجه مفتوحه ما بينتهي. فانت بس عاوز الاساسيات اللي من خلالها تقدر تتواصل، سواء كان كتابه ولا كلاما، لكن ما حتقدر تكمل اللغه الانجليزيه. فالليفل اللي انت فيه حاليا وبكره وبعده، بس خليك راضي به وواصل لقدام، واصل لقدام. اي واحد فينا في مرحله ما عنده مهاره او موهبه او كلمات عاوز يتعلم فيها، كل واحد يقول لك انا كعب، متخيل انه في لحظه حيبقى كويس. ما في كعب كويس، لكن بس في رحله، وانت متقبل مراحلها وهي بتتوسع كل مره بتمشي. اظن الاول حاجه الهدوء النفسي ده مهم في تعلم الانجليزي. الحاجه الثانيه انه الواحد بدل ما يبدا يتعلم انجليزي، يبدا يتعلم حاجه هو بحبها عن طريق الوسيط اللي هو اللغة اللي هو الإنجليزي. فالإنجليزي يسرب لك بصورة طبيعية، ودي الطريقة اللي بتعلموا بها الأطفال. يعني الأطفال في النهاية هو أبوي أنا عاوز أتعلم الكلام، أبوي يعلمني الكلام، أبوي أنا ما قادر أتكلم، كل يوم عند أبوي درجة. لا لا، هو قاعد عايش الحياة، ومرة يتكلم ومرة يلعب، مرة تقرأ له قصة، مرة هناك بيلقى روحه كشيء تلقائي، دار يلعب في الروضة عاوز يتناي، بيلقى روحه طبيعيا تلقائيا بدأ يتعلم اللغة. فانا كان نفعني، كنت بحب حاجات بتاعه السوشيال بيزنس والكلام ده، فكنت بسمع محاضرات عنها، كنت مرات اقرا حاجات عنها، كنت اشوف. فالواحد يتعلم في سياق، يعني كونتكست سياق وليس كونتنت محتوى. فانت شوف السياقات وتعلم الانجليزي كجمل كافكار، بعدك تلقى الطبيعي ان انت في لحظات الحياتيه بتبدا تستدعيه، ويبدأ يطلع معك أكثر من يتعلم ككلمات وكمفردات وكهناي وانت متنشن. يعني أظن دي حاجة ممكن برضو تكون مفيدة للناس، ما شرط مواضيع الكورسات أو الدورات أو الواحد يسافر برا أو هناك، لكن المهم الممارسة. الممارسة انت ممكن تخليها بأساليب مختلفة، ممكن تدخل أب، ممكن أصحابك، ممكن دائرتك. فالفكرة الممارسة، ما الفكرة السفر أو الدورة أو البرنامج أو اللي حتاخده، لكن فكرة إن أنت أكثر وأكثر تستدعي اللغة دي، تحييها جواك وتنعيشها بداخلك بطرق المختلفة المتاحة لك حاليا. وأعرف إنه الإنجليزي الأكاديمي اللي بتتعلمه أنت في الأكاديمية مختلف مرات عن الحياتي، فحاول أنت تركز على الحياتي أكثر. دي النقطة اللي أنا بحاول أعالجها أكثر، أنا دائما ركزت على الأكاديمي، فمرات بلقى في السياقات الحياتية الطبيعية في كلمات كده صغيرة هنا، مرات بيكون بتكلم كأني زول بيعمل له بيبر ولا بي اتش دي بالراحة علينا. يعني شنو كل الكلام بالراحة، الليلة نحن خطينا المرحلة بتاعت الإنجليزي الطبيعي حق الأطفال، حق الحياة، حق كده. مرات الواحد برضه يخد في باله إنه ما الإنجليزي الأكاديمي بنتعلمه فيه هو الإنجليزي حتعيش به في الحياة في الشارع. نعم صح. لكن شوف إنجليزي الشارع برضه خلوه في باله. نعم، ده كلام سليم جدا جدا. وأنا بضيف عليه، وأنا كان عندي طالب في السعودية، يعني فنحن الكورسات كنا بندرسها بالإنجليزي، يعني أول كلية بندرس بالإنجليزي يعني. فالطالب ده يعني بيتكلم بصورة يعني إنجليزي حاجة جميلة، يعني جميلة وسلسة وراغية. فأنا افتكرت إنه درس برا أو مشى عمل له كورسات كده. فالمهم قعدت معه قلت له أنت ما شاء الله الإنجليزي بتاعك يعني very good، يعني تعلمت وين؟ قال لي تعلمت من الأفلام الأمريكية. ففعلا هو الأكسنت بتاعه الأمريكي. قال لي أنا بحب الأفلام. فده ذكرني الكلام بتاعك يا باشمهندس، إنه الواحد يتعلم اللغة عن طريق الحاجة اللي بيحبها. طيب ماليزيا بعد كملت فيها اللغة وكده، يعني بعد ذاك الاتجاه كان شنو؟ أيوة، بعد ذاك كنت الوقت ده خلاص مفروض بعد ما خلص الكورس قرب مفروض أقدم للجامعة. فأنا قريت شهر 8 لحد 12 واحد خلصت الإنجليزي، وقاعد في ماليزيا شهر 9 حيبدأ السمستر الجديد. فعندك الوقت ذاك يا هو من 1 إلى 9 تلقى لك جامعة. فكنت بمشي بزور جامعات، بشوف البرامج شنو، بقوم بمشي مع المعارض حق الجامعات الماليزية. قام جاتني فكرة، لقيت في جامعات بريطانية في ماليزيا، أو جامعات يعني انترناشنال زي جامعة نوتنغهام، جامعة موناش، جامعات فاتحة يعني فرع أو كامبس في ماليزيا. فقلت دي والله فكرة كويسة، أشوف البرامج الانترناشنال العالمية أو يعني أمريكية بريطانية أسترالية في ماليزيا. وفي نفس الوقت كنت بفكر يا ربي هل من النقطة دي أمشي أستراليا، أمشي أسافر أمريكا، أمشي أقدم. فكان الخطين دي مفتوحين.
فقدمت لجامعه نوتنغهام، فبدأت اشوف البرامج شنو الموجوده في البزنس في كذا، فلقيت تحديدا برنامج اسمه مانجمنت سايكولوجي، علم نفس الاداره. فلقيت فيه انه والله جانب اداره وفي نفس الوقت فيه جانب علم نفس، اللي هو حياه المهتم بالانسان والانسان في بيئه الاعمال. فقلت له ممكن يكون برنامج ظريف، فقدمت له وجاني فيه قبول. بدأت فيه شهر 9، وانا لحد الوقت ذاك اتذكر كان بيتطور جواي واحده من الافكار. يعني لاحظ انه في ليفل بتاع محركات وافكار شغاله تحت، وفي ليفل بتاع اكشنز. انا الناس دائما خطه في بالي، احيانا افكار بنزرعها جوانا او بنزرعها في حولنا بتكون محركه لهم في الاكشنز بتاعهم. فبدأت السمستر، خلص السمستر الاول، قمت مره لقيت واحد سوداني ربنا يذكره بالخير اسمه طلال، كان بيحضر برضه هناك في عمل ام بي اي مع واحد ثاني، فبيتكلم وجيت مرة عليهم وفي جامعة نوتنغهام في ماليزيا. فقام قال لي اسمع، قمت لقيتهم بيتكلموا عن مادة بياخدوها في الام بي اي بتاعهم، فشفت الكتاب مكتوب انتربرونورشيب، كلمة طويلة كده، اول مرة في حياتي اشوفها، غريبة خلاص لحد الان غريبة. قلت ايش الكلمة دي؟ يعني قلت دي هسي مادة؟ قال لي دي مادة شغالين بنقرا فيها. قلت لي شنو؟ قال لي ده العلم اللي بيوري الزول كيف انه هو ممكن يبدا حاجه خاصه به وبيرتبها كيف، وممكن الموضوع ده يبدا والمشروعات والحاجه. قلت يا اخي الكلام ده انا والله مهم بالنسبه لي، انا يعني كنت الفتره في السودان وكده، وشايف انه الشباب يعني الوظائف مليانه حكوميه وقطاع خاص، وحابين الناس تعمل مشاريع اللي هي دي رياده الاعمال. رياده الاعمال بس اوكي دي رياده الاعمال. الكلام ده كان 2009 تقريبا، نهايه 2009 2010. فقلت لك الكلمة دي كيف، فصورت الكتاب ومشيت طوالي اشتريته وقعدت أبحث عن الكلمة، وقلت أسمع الحاجة دي تماما اللي أنا عاوزها. أنا عاوز الحاجة بتاعتي إنه الناس تبدأ. ليه؟ لأنه الكلام التعليم اللي عاوز تقول والتوصل والرسالة يتحول لمشروعات، والمشروعات دي تخدم المجتمع والناس تلقى شغل وتحرك الاقتصاد، وفي نفس الوقت قاعد تعمل أثر كويس، وأنت ممكن تكون زول بيدرب الحاجة دي بيوصلها وبينقلها. فقلت طيب حعمل شنو؟ وانا قاعد اواصل بس كنت اسمع حفتش برامج الانتربرونورشيب بتاعت الاعمال في ماليزيا والانترناشونال. فقمت عرفت انه في يعني اشهر جامعه في المجال ده اسمها بابسون كوليدج في امريكا، وبابسون كوليدج عندها برنامج مع جامعه في ماليزيا عندهم ام بي اي في الانتربرونورشيب. فقمت قدمت له وقبلوني، وقفت الماستر حقي ده، وبعد ذاك انتظرت للانتيك الجاي وقمت بقيت الماستر الثاني ذاك. فقمت الان دخلت في رحله بتاعت ام بي اي انتربرينورشيب، يعني ماجستير اداره اعمال في تخصص رياده الاعمال في جامعه ثانيه، الشراكه مع جامعه كان اسمها يوني رزاق في كوالا لامبور، وكان عندها شراكه للبرنامج مع جامعه بابسون كوليدج. نعم دي كانت النقله. دي نقله طبعا، دي نقله كبيره جدا جدا. بالمناسبه يا جماعه، الكلام ده بوجهه لكل الشباب ولكل الناس معانا في زوم، يعني احنا دايرين بكلام باشمهندس احمد انه ما دايرين الناس يكونوا كوبي الفكره بتاعت احمد ذاته، يعني انه والله يا احمد مشى عمل كده عمل كده. لا، احنا دايرين انك انت في مجالك انت ذاته او في الحاجه اللي بتعمل فيها، الخطوات اللي عملها باشمهندس احمد دي قد تفيدك، وبرضه ما تكفي للابواب. انت لما تكون عندك فكره في راسك كده حاول فتشها، ممكن تلقى الفكره دي اتنفذت قبل كده في حته، زي ما باشمهندس احمد كان عنده فكره في راسه ولما اتبلورت الا لما مشى ماليزيا، ولكن والله في جامعه بتدرسها يعني. فدي دي نقطه مهمه جدا جدا، يعني ناس دي ما شاء الله بنلقى عندنا شباب بيكونوا ايام المدرسه وكده بيكون يعني بيكون شعله في حاجه معينه، يعني بعد شويه بتلقاه خبا، بتلقاه اختفى تماما من المجتمع وكده وكده، بتلقاه اند اب يعني سايق له ركشه وفاتح له بغال وكده، يعني مع انه الشغل هو كله جميل وهي حاجه، لكن ما الحاجه هو اللي كان بيز عليها يعني. تمام؟ فبالتالي يا جماعه خلوا دائما الافق بتاعكم واسع، والواحد الحاجه هو اللي عايزه دي يمشي فتشها، اكيد بتكون موجوده يعني. وزي ما قال زمان نابليون ولا شنو قال، ما في حاجه مستحيله تحت الشمس. ففعلا الافكار دي كلها موجوده، لكن انت تعرف انك انت كيف تنفذها، ده داير منك مجهود. اتفضل باشمهندس، ماليزيا. ايوه، فقمت يا هو استعديت ورحت السعوديه، غيرت جو شويه وارتحت وبديت راجع. طبعا نعمة كبيرة الحمد لله رب العالمين، يعني دي من فضل ربنا على الواحد، إنه كان عندي مساحة بتاعتي إنه أنا أقدر أجرب وأمشي أقرأ دراسات عليا. يعني الوالد جزاه الله خير، فقال لي
يعني انا بستثمر فيه في الحياه دي وباذن الله انا اشوف نتيجتي قدام، فاداني المساحه دي، دي نعمه كبيره. زائد ما كان عندي التزام اتجاه ناس البيت او مسؤوليات او زواج او كذا، فكان في حريه، زائد كان في سند انه والله حنستثمر فيك لحد ما لحد ما تواصل، فدي نعمه كبيره الحمد لله رب العالمين. واي واحد عنده فرصه زي دي يستثمرها كويس، واي واحد الفرصه دي ما متيحت له واعرف انه خبرتك اللي انت حتاخذها لحد ما تلقى منحه او تلقى فرصه زي دي برضه ميزه ونعمه كبيره انت فيها. نعم. دي نقطه بس حابب اثبتها. ممتاز. فبعد ذاك يا هو مش بديت الماستر الثاني وواصلت فيه، وكان بالنسبه لي حاجه كنت سعيدة جدا. ليه؟ لانه جاوبت لي على سؤال، انا عاوز استكشف العالم الثاني اللي هو ما هندسه لكن عالم ثاني فيه علوم انسانيه مظلته الكبيره ومرتبط ومتعلق بالاعمال بالبزنسز وبالناس جواه وكيف بيتحركوا. يعني انا امنت من اللحظه دي بالبزنس كمحرك للتغيير الايجابي يعني. فبدينا بمواد، بدينا نتكلم لنا والله اسمع مواد كبيره كده، معارف البزنس اثكس والمعارف الاخلاقيات العمل، بعد شويه دخلنا في الماركتينج، بعد شويه دخلنا في والله الموارد البشريه، بعد شويه المحاسبه، دي عوالم جديده بالنسبه لي مره اسمع بها، وكل مره 3 شهور ناخذ لنا ماده سريعه فالواحد يتنور. ثاني الحلو كانت القرايه جزء منها كبير من نظام الدراسات الحاله كيس ستاديز. يعني اتذكر في ماده كان مانجمنت انفورميشن سيستم اللي هي مصطلح ايوه، فكانت الاستاذه تجي تقول لنا اسمعوا عندنا الليله كيس عن وول مارت لما جيت يطبقوا سيستم جديد بتاع محاسبه شنو القرارات اللي اخذوها، فبتكون دراسه من جامعه هارفارد كيس ستدي بتطلعها نطبعها نقعد نقرا فيها ونجي المحاضره نقعد نتناقش يا ربي لو كانوا عملوا كده هل كان احسن، طب المدير لو انت مكانه حتسوي شنو. طبعا هيك يعني البيئه بتاعت الجامعه يعني يمكن ما تكون مقارنه بجامعه مثلا في امريكا ولا هارفارد ولا هناك، لكن في المستوى بتاعي في الليفل داك وبالموجود اللي كان موجود كان الحمد لله يعني واحد استفاد منها، استفاد منها جدا. مع انه ممكن في ناس يسالوني اقول لهم قد يكون طبعا كل شيء بيتغير، لكن قد يكون من الافضل طوالي فكر في انك تمشي لمثلا خبره تعليميه مثلا في جامعات امريكا ولا استراليا ولا كندا، لو الزمن رجع بينك فكر بطريقه مختلفه. لكن على المستوى اللي انا كنت فيه والتجربه اللي اخذتها الحمد لله رب العالمين، لكن اي زول حالته براه ما تفترض انه دراسه ماليزيا انا بنصح فيها او الجامعه دي او البرنامج ده او كده، لكن انا بحكي عن تجربتي، لكن تجربتك الخاصه ممكن تفكر فيها بهذه الطريقه. فعجبني فكره انه كل باخذ من كل بستان زهره، وانا زول بيحب انه يستكشف وما عاوز يركز على حاجه واحده، فدي كانت بالنسبه لي مشبعه تمام. حاجه ثانيه فكره دراسات الحاله والتجارب العمليه بيتعلم الحاجه دي، زائد انه كان في اكتيفيتيز لانه الجامعه كان عندها شراكات متخصصه بموضوع رياده الاعمال، قاموا فجاه قلت لي حينظموا ايفنت كده قريته ما عارف شنو في اللوحه اسمه ستارت اب ويكند، قلت انا ايش الكلام ده وبيع ما ادري شنو، وقالوا في اسبوع رياده الاعمال العالمي، الكلام ده كان تقريبا 2011. فكانت يا دوب القصص دي باديه، فسجلت ومشيت اشوف الحاصل وقعدت حضرت معاهم مع فريقنا عمل المركز الاول واتبسطت من الفكره، وفي اسبوع رياده الاعمال جابوا لنا السفاره الامريكيه وشيلوا، بدي اتعرف على المفاهيم دي انه والله القصه دي ممكن تعمل مجتمع كده حولها والناس تبدا تطلع حاجاتها وتحمل حلول وتستكشف فيها، وفي ناس بدوا يطلعوا حلول وحاجات من الناس اللي كانوا على الوقت ذاك فيها، واحده ما شاء الله اشتغلت وعملت بروجكت تحت هسه قيمته ما شاء الله بقت مليونيه وبتستخدم هنا وحول العالم. فبدأت اشوف عوالم ثانيه، زائد اخر سمستر كان التخصص فكان على رياده الاعمال، فاخذنا فيه كم ماده، فاخذت لي تقريبا سنه ونص سنتين لحد المشروع النهائي بتاعي كان عن كيف نعمل مركز رياده الاعمال في الشرق الاوسط. فقعدت ادرس تجارب رياده الاعمال في الشرق الاوسط وعالميا، ورياده الاعمال الاجتماعيه تحديدا منو بيقدمها، ناس اشوكا ناس سكواب ناس ما عارف منو بيقدموها كيف وتجاربهم مختلفه. فكانت سنتين يعني واحد اخذ فيها اكسبوجر من الناحيه دي. جميل جميل جدا جدا. يعني شنو ستارت اب ويكند؟ ايوه كان يعني الفكره ببساطه انه والله كيف ممكن الناس تتلمى مع بعض في مكان واحد لمده 54 ساعه، وبدل ما يقول والله انا حابب ابدا مشروع يقعد يبحث وينام يمشي يعمل بزنس بلان يقعد 6 شهور، تعال بس انت المكان ده وتلاقي ناس مختلفين كل ذو مهاره مختلفه ويحاولوا يبنوها مع بعض ويجربوا. والهدف شنو؟ تعليمي، انه الناس تتعلم، تعلم من خلال لكن التجربه والممارسه. وتعلم شنو؟ تعلم ان هي كيف ممكن الخطوه الاولى في البدايه، فيبقى مكان هو المكان المفضل والخيار الاول لزول حابب يتعلم كيف يبدا حاجه، خاصه
البيزنس التكنولوجي والستارت ابس التكنولوجي من الناحيه دي. فدي تقريبا كانت الفكره الرئيسيه بتاعتها. ففيه ناس مع بعض بيجوا مجتمع بيبدوا حاجات والواحد بيتعلم من خلال مهارات مختلفه. بعد ذاك في جزء من الحياه البذت في ستارت اب ويكند كمشاريع بيواصل، يعني النسبه العالميه 30% بيواصل و70% خلاص بينتهي بنهايه الايفنت، وبيكون تجربه تعليميه. بعد ذاك الواحد بياخذ التعلم ده او الناس اللي اتعرف عليهم يحاول يمشي يستفيد منها كمان ليه جدا. طيب قبل ما امشي لك واصل معك في التجربه بتاعت ماليزيا ستارت اب ويكند، انت من اوائل الناس اللي دخلوها في السودان على ما اظن. أيوة. التجربه ماشيه كيف؟ ايوه يعني بدايتها كانت انه والله بعد ما انا حضرت الايفنت هناك في ماليزيا عجبتني الفكره، قلت طيب في السودان في زول عمل يا جماعه ليلى حد اسمع فيه. ففتحت الموقع وبتاع ستارت اب ويكند، قلت اشوف اورجنايز ايفنت نظم هنا فعاليه. الوقت ده كان لسه يعني يا دوب كده ما عارف الحاصل جنوا الفكره، فقمت قدمتها. وكمان الناس اللي حولي سالتهم قالوا لي اسمع في حظر امريكي والقصه دي ما حتنفع وانت اساسا بعيد، فيعني خليها لقدام شويه. فرسلت لهم الغريبه رجعوا لي طوالي قال لي اسمع الحاجه ما فيش في السودان تحب تعملها، قلت لهم تمام. فرسلوا لي فبقى عندي زي جرين لايت رخصه انه والله ممكن اوظف عادي في السودان. طبعا عايش برا عمله كيف؟ فقمت في الفيسبوك كتبتها فسبحان الله لقيت انه في شباب بادين مركز لرياده الاعمال وحابين يبدوا الفكره دي. عبد الكريم بدري كان شغال بروجكتس هندسيه وبدوا الاي تربل اي واخذ كان جائزه في الملكه رانيا، وكان في خنساء الحاج برضه من الناس الباديين الموضوع ده مهتمين به. فهذا الاثنين ديل مع بعض ونتلمينا يعني فكره الناس في السودان عندهم اهتمام برياده الاعمال وفي زول ماخذ فكره او رخصه بتاعت فعاليه، فتلمينا ومن هناك بدات الرحله. وكلها كانت يعني انه والله نلم الناس مع بعض وكنا نتناقش في الفيسبوك ونتلاقى. وبعد ذاك ما شاء الله في تيم كبير بدا يتشكل وفي فعاليات بدات تتنظم وبدا في مجتمع كانت دي نواته بايادي ناس كثيره احنا اقل ناس عملنا مجهود فيها. ممتاز ممتاز جدا. طبعا الكلام ده شايف اخونا هيثم هيجي وراجع، لكن بس انا داير انهي معك التجربه بتاعت ماليزيا ونشوف الحاجه المحطه اللي بعدها. بعد ذاك خلصت من خلصت من ماليزيا، بعد ده بقى السؤال شنو الخطوه التاليه. كان الخيار الاول ان انا واصل دكتوراه مباشره وخاصه مع الدكتور ذات الاشرف على مشروعي بتاع اللي هنا. فدي كانت مرحله قعدت اتكلم معاه وقمت قلت يا ربي ثاني واصل في ماليزيا 4 سنين انا محتاج تجربه مختلفه. يعني بعد قلت التوجه غربا زي ما هاتير كان بيقول توجه شرقا، انا ننظر لليابان ونستفيد منها. فانا قلت التوجه غربا بعد يعني انا محتاج اشوف العالم الغربي شكله كيف وهو شنو. فقعدت احضر انه والله الجامعات الاستراليه الكنديه الامريكيه القبول كيف اقدم لبعضهم بعضهم ما اقدر هنا. والحاجه الثالثه انه انا ارجع السعوديه اشتغل شويه. انا لحد الوقت ذاك انا ما اشتغلتها ابدا فول تايم جوب، ما عملت اي يعني اي ما دخلت اي حاجه لحد الوقت ذاك. فكان في النهايه مواصلات كده ورجعت السعوديه وكان المسار بتاع ستارت اب ويكند ماشي بنحاول ننظم نشتغل فيه. زائد لما رجعت السعوديه سبحان الله انا كان من في الجامعه في حته معينه في السعوديه كانت عجباني، كنت بشوف حيات عنها في النت اسمها معهد المدينه المنوره للرياده والاداره مايل مدينه انستيتيوت. وكان مره جاء المدير بتاع المركز ربنا يشكره بالخير دكتور محمد مصطفى محمود اسمه دكتور 3 ام، جاء ماليزيا وعمل محاضره عن انه كيف المدينه ممكن تكون شعله ومناره لرياده الاعمال وللبزنس. وهو عامل مركز بتاع تدريب بتاع executive education تدريب للناس التنفيذيين، وده كان الأول من نوعه كده في المنطقة كده بالطريقة دي. فبيجيبوا ناس من شركات استشارية عالمية من جامعات عالمية ويدربوا ناس في المنطقة العربية لكن مركز المدينة. أنا عجبتني فكرة كده الربط ما بين الجانب المدينة وروحانيتها زائد التعلم للبزنسز والتنفيذيين العالميين وكده. فلما جيت أتكلم قابلته في النهاية قلت يا أخي كلامك رهيب جدا، أنا هخلص ماستري ده وحجيك. وشلت طبعت كده الورقه بتاعتهم اللوغو وخطيته ورا الباب كان من اهدافي. قال لي مرحبا بك وتعال. فسبحان الله خلصتها رجعت السعوديه ما في بقى لي اي زول بس الدكتور احمد. رسلت له ايميل قلت له انا جايك المدينه ومعي صديقي امير صلاح، جيتوا الطائف مشينا عملنا عمره ركبنا مشينا المدينه الدكتور محمد قلنا احنا وصلنا. قال لي خلاص بعد العشاء تصطب العصر كلي بعد العشاء
قدام قبر النبي صلى الله عليه وسلم، انا حقول استاذ ايش الطرح تجي معي. فبس مشيت هناك ولقيته وتعرفنا على بعض. اليوم اللي بعده وراني هم بيعملوا شنو، زرت المكتب وشفته وقال لي سبحان الله لقيتك في مشروع الان باقي عن رياده الاعمال في ما اعرف شنو كده كده كده، فكر. لكن لو قلت هناي ممكن مباشره يكون عندك مكان وعندك فرصه، ففكر في الموضوع وشوفه. سبحان الله اليوم اللي بعده قعدنا تناقشنا ووقعت العقد وبدأت من هناك طوالي معه. يا سلام رائع. يعني انا اكثر حاجه عجباني فيك يا باشمهندس ما شاء الله تبارك الله، انك عندك بتخط هدف وبتمشي عليه، بتخط هدف وبتمشي عليه، وتخلي دي واحده من، طبعا هو التوفيق بيد ربنا سبحانه وتعالى، لكن ربنا سبحانه وتعالى لو ما انت تحركت ما حي يعني الحاجات ما حتجيك في حتتك يعني. ف انا سعيد انه اسمع التجربه بتاعتك دي، وصراحه يعني استفدت منها شديد يعني. بس بستاذنك شويه هنا وبدخل اخونا هيثم، هيثم الكاشف اتفضل. احمد الخانجي بعد طول الغياب. يا مرحبا هيثم، اهلا بك. يا اديك العافيه والله يا اخي، من انا والله معلش خشيت متاخر، لكن والله مستمتعين جدا. انا حسيت نفسي دخلت في توقيت مناسب وبديت الحته بتاعت المشوار الطويل بتاعك. انا والله طبعا زي ما ياسين قال الحته بتاعت الاعمال والابتكار ده موضوع بالنسبه لي موضوع الاساسي لما بقيت باحث فيه، لكن انا اكثر شغلي على القاره الافريقيه ربطها بالقارة الأوروبية يعني. فدار أرجعك لحتة بتاعت ريادة الأعمال، أنت حسي ما مريت بالتجربة بتاعت السودان كمؤسس، والتجربة بتاعت ماليزيا كزول حضرتها، وبعدك تجربتك بتاعت السعودية. إذا اتكلمتنا على الثلاثة تجارب دي، يعني كل واحدة فيهم وصلت وين، السرعة بتاعت كل واحدة فيها، المستوى النضج اللي وصل له كل دوله من الدول دي في الحته بتاعت رياده الاعمال، تقييمك للوضع شنو، او ممكن تكلمني شنو عن الحته دي؟ ممتاز. طيب سؤال كويس. يلا انا يعني النقطه دي بتوديني لنقطه مهمه. يعني في ناس كثير، او يعني انا على الاقل بيني وبين نفسي بقول انت مهتم برياده الاعمال وبتعليم رياده الاعمال ومبادرات رياده الاعمال والحياه دي رياده الاعمال الاجتماعيه. طيب انت ذاتك مشروعك وين بتاع رياده الاعمال؟ يعني كده وريني، انت في النهايه زول بيعلم حاجه وبيهتم بحاجه بعد ما يعملها، وريني مشروعك المليوني ولا الستارت اب حقتك اللي عملت اكزيت ولا ما عارف شنو. فانا لقيت الحته دي حاجتين، لقيت حاجه اولى انه في ناس مهتمين بالإيكو سيستم بمنظومات ريادة الأعمال ودعمها، يعني زي تحس بهم رواد أعمال خلف رواد الأعمال، فبيساعدوا خاصة في بلد زي السودان. يعني أنا أحس نظرة ريادة الأعمال بعد ما جيت كندا وريادة الأعمال في السعودية وريادة الأعمال في السودان مختلفة. لما جيت أفكر في ريادة الأعمال في سياق السودان لقيت إنه في بيئة جديدة، قد ما يكون دوري إنه أنا أبدأ ستارت اب جديد، لكن قد يكون دوري إنه أنا أساهم في بناء منظومة. لما جيت هنا كندا، لما جيت افكر بتفكير الزول اللي هو بتاع المنظومه والايكو سيستم والكذا ضعت طوالي. قالوا لي لا، احنا هنا لينا 40 50 سنه بنعمل ايكو سيستم، لو انت حاب تعمل حاجه اختار حته محدده وابدا ستارت اب بتاعك صغير واشتغل فيه وربنا يوفقك بعد ذاك، وانت ماشي بعد 15 سنين اتمكنت وكبرت وفينا وعاوز تساعد الايكو سيستم مرحب بك. فقلت ايوه انت فاهم غلط، انا جايكم بمكانه ايكوسيستم درس تطبيقه هنا في بيئه ناضجه. فاول حاجه خدتها في بالك البيئه اللي انت شغال فيها، حتى انت شغال في اوروبا وافريقيا رياده الاعمال ذات تطبيقاته ودورك انت فيها بيختلف. وعند صاحبي بيقول لي اسمع انت رياده الاعمال دي ما حاجه بتدرسها ولا حاجه بتعلمها، حاجه بتمارسها. فانا بقول له صح ممارسه، لكن الناس ادوار في المنظومه الكبيره، في زول بيبدا، في زول عنده قروش لكن ما داري يبدا، ده بيستثمر ممتاز، في زول بيحب يلخص وده بيدرس رياده الاعمال في الجامعه ممتاز دارينك برضه، في زول بيغطيها اعلاميا يا سلام عليك. فادوار مختلفه لرياده الاعمال بناء على البيئه اللي هي فيها اظن وضعها في البال مهم. بالنسبه لي كل واحده من ديل ماشيه كيف، انا كنت يعني زول مراقب لهذا الكل، مثلا في ماليزيا شايف القصه ماشيه في هذه الاتجاهات، مثلا في السعوديه المشاريع المختلفه فيها، في السودان التجارب ماشيه. يعني حاسس ممكن اعلق لك على السودان تحديدا، حاسس انه الناس قاعد تنتقل من فتره كان فيها بناء مجتمع اللي هو عن طريق الايفنتس والبرامج المختلفه وكذا، لانه الناس قاعد
تبني بنية تحتية أقوى بأنها بتعمل مسرعات، بتعمل مساحات أعمال، بتعمل برامج تمويل، بتعمل شنو. وممكن كمان اللي قدام يكون في مساحات تانية يبقى فيها والله منظومات أقوى، الشركات كمان من القطاع الحكومي يدخل فيها كمان بأنه والله هو ييسر الدفع، ييسر الديجيتاليزيشن، ييسر البنية التحتية عشان الأعمال اللي هم الناس البسيطين دي مجهودهم الشخصي بيحاولوا يحلموا إن هم يبدوا. فقاموا عملوا مجتمعات صغيرة وشجعوا بعض، بعد شوية بدوا يعملوا ما عارف شنو برامج تمويل وكذا. يلا بعد ده وقت ممكن الناس كلها مع بعض تبدأ تبني بنية تحتية أقوى بكامل المكونات. لكن لازم المرة دي القطاع الحكومي البابليك سيكتور، الوزراء المعنيين والجهات تخش تبني أكثر من كده. الناس دي أنا عظيم ما حيقدروا يعملوا حاجة من كده غير إنهم البوش ده لازم يكون في بيئة كاملة مع الانفتاح البادي يحصل ده يساند، وهم كمان بيصنع القرار فوق ده يستمد من الناس الشغالين والبنوا خبرة وصنعوا بيئة يواصلوا فيها مع بعض ويستفيدوا من حياة البر والحياة الجوة كمان. ممتاز. انت حاسب في 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 التجربه الحياتيه ذكرت هذه كلها، حته البارادايم اختفت وين؟ المؤسسه ولا المبادره بتاعت بارادايم؟ ايوه يس. بارادايم بدات في فتره كان عندي يعني اشتغلنا فيها حياه العلاقه برياده الاعمال الاجتماعيه. طبعا هتلاحظ جزء مفتاح كده في شخصيتي وانا قاعد اتعلمه عن نفسي وانا قاعد ارجع لورا، انه انا يعني زول بيحب استكشف، يعني كلمتين explore استكشاف و explain شرح أو توضيح أو نقل معرفة أو كده. فبحب to explore إما أفكار ideas أو locations أماكن أو تجارب مختلفة أو الناس نفسهم. وحتلقى explain بحب إنه مثلا قتادة بيسميني صديق الجسر، بحب أكون جسر كده أشرح أوصل أبسط أنقل معارف. ناس بيسألوا لي كده يا أحمد في الموضوع الفلاني هل مرت بيك تجربة، هل إنها كده. ف حاول الكلمة دي يمكن الناس كثيرة بيعرفوني، لو خديت الكلمة دي explore وexplain استكشف هنا. فالفترة دي جزء من الاستكشاف اللي أنا كنت بعمله في كريات الأعمال الاجتماعية وكيف ممكن نبادر ونساهم مع المبادرات الموجودة في السودان ونعلم ريادة الأعمال الاجتماعية. فبدينا البروجيكت ده ونحاول نساعد في إنه يربط ما بين المشروعات اللي قاعدة في السودان وما بين برا، لكن كان عمره ما طويل. وأظن إنه أنا عملت فيه، أنا كنت الغلط كان مني كشير رئيس، مع إنه كان معي تيم رهيب وتيم مستعد وتيم ممتاز، إنه أنا حي عرفت عن نفسي أنا ما عندي المهارات التنفيذية، عندي الجزء بتاع المبادرة البداية الاستراتيجية الأولى لكن ما الجزء التنفيذي. فمما أنا أبدأ حاجة وأدخل في الجزء التنفيذي فيها في الغالب إنها هي ما حتمشي كويس، لأنه أنا بكون لحد ما هي تبدأ تشتغل بكون مش أشوف الاستكشاف اللي بعده. فالحاجة اللي تعلمتها إنه يعني المبادرة كان عمرها ما طويل وعملت عدد من البرامج والكورسات وعدد من الفنادق لكن ما استمرت، لأنه أنا من الأول ما كنت واعي بالحاجة دي وما اتشكل فريق تنفيذي وأنا أستمر في دوري اللي هو الاستكشافي الاستراتيجية والنظر للمستقبل وتربيط الحياة مع بعض وأتعاون مع الفريق التنفيذي أكثر بتركيز. فشكرا لك على فكرة برادايم لأنه دي نقطة مهمة الواحد يفضل يذكرها على الناس. لا دي محطة مهمة والله، لأنه أنا طبعا متابع المحطة دي بالمناسبة. أجمل ما فيها إنه هي أنا بعتبرها كلها كانت رسالات، يعني أنت زي ما قلت بتستكشف وهنا أنت بتشق الطريق للناس، بعد ده الناس بيلقوا ده الطريق، يعني زي الزول كان تايه ما عارف. يعني أنا بتذكر كلمة خنساء الحاج لما في واحدة من اللقاءات التلفزيونية لما جاءت قالت يا أخي بدأت ريادة الأعمال، الكلمة دي سمعوها كان عندك وبعد ذاك بدأت تتحرك عندنا. فأنت شفت حتى برادايم دي وين هي كانت محطة أنت شايفها كانت فيها شوية قصور لكن في ناس استفادوا وتعلموا منها. في حتة أنا والله جالس أسألك ليها يا أحمد، حتة دائما أنا بتذكرك بقصص سيدنا موسى، يعني لما ساعد الفتاتين ثم تولى إلى الظل. يعني أنت تبقى لي الحاجة دي عندك في كل المسيرة، في حاجات كثيرة في السودان يعني لما نجي نبحث 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 نلقى هي دي الرسالة الزمان الفتحت لها الدرب الاستكشاف استكشفته أثره جه هنا أثره جه هنا أثره جه هنا. لكن بعد شويتين ما يعني أنت ما من النوع الناس اللي بيحاول يظهر أنه هو والله أنا عملته وسويته وفعلته كده. المهارة دي بالمناسبة ما حاجة سهلة، يعني الناس دائما
طبيعة ما عارف هي بشرية ولا شنو، بيحاول إنه هو بيحاول لحد ما يثبت إنه هو كان له جزء من الحاجة دي. لما يكون في صورة في حتة ما بيصور، تلقى في واحد بيحاول يظهر كمه يوشه، المهم إنه هو كان موجود ساعة الحدث. الحاجة دي المهارة دي يعني سبب شنو، أو الفكرة منها شنو، ولا بتطبيقها كيف؟ أنا ما ايوه أقدر أصير فيها سؤال بالمناسبة دي. يا والله يا اخي، دي ملاحظه عميقه صراحه. يعني اول حاجه شكرا لك على ملاحظه حاجه زي دي. صراحه انا ما عارف هل النقطه دي هي بتين بتكون ميزه وبتين بتكون عيب، لكن هي فعلا صفه ملازمه لي حقيقه. لكن انا يعني مع النضج قاعد انظر لها بانه مرات بتبقى اكستريم وزياده، المفروض عارف انا اكون واعي لما اجي اعملها، بتين تكون ميزه وبتين تكون نقطه ضعف واتحكم فيها. لكن انا الفلسفه بتاعت اللي انا بشتغل بيها، انا بقول انه خلف، انا بحب اكون قائد خلف القاده، ليدر بيهايند ليدرز. دي الفلسفه بتاعتي، وبستمتع بالحاجه دي. عشان كده مثلا انا بلقى الناس اللي حوالي مثلا عدد بسيط، لكن بيجوني في الخاص، وبكون هم الواحد ممكن يكون عنده مبادره فيها 1000 واحد، لكن بيجي يقول لي اسمع احمد الحاجه دي كيف؟ يعني ممكن يكون مثلا 7 8 انفار، لكن انا بستمتع بالحاجه دي، انه لاحظت لنفسي كزول طبيعيا، يعني حتى لما اعمل بيرسوناليتي اسسمنتس واختبارات الشخصيه، الميول الشخصيه الكده، بلقى انه انا زول بيحب يعني شخبط كده، يلخص، يربط الحياة مع بعض، استراتيجية، بيتوهني وبيضيعني لما أشتغل في البابليك مع ناس كثيرة. فبحتاج إنه يكون بيني وما بين الماس كده العموم في طبقة من الليدرز المبادرين شغالين، فأنا بحب أشتغل مع ديل. يلا بيقول مثلا الناس ديل مع مراحل الحياة، بتعرف على جزء منهم، بيعرفوني من الفيسبوك، بيكون في اهتمامات مختلفة. مرات بلقى حاجة بقوم برسلها لفلان الفلاني، يقول لي اسمع انا كنت بفكر فيها، اقول له هاي يعني انا عارفك ان انت بتحب كده، يقول لي اسمع بعدها حاشتغل بها حاجة. فجزء منها ميول طبيعي وفهمي لنفسي، في جزء منها انه انا بنتج وبستمتع اكثر خلف الكواليس. قد يعني في ناس ممكن يقول لك والله تواضع ما داير هنا، ما قد تكون، قد تكون والله هو زول بيحب كذا، هو زول قمه عطائه بتكون في الحياه، يقول لي اسمع انت ما تلز لي قدام ما تظهر، ما انا يمكن انا كذا احسن. جزء منها ثاني انه انا دائما عشت برا، يعني انا دائما البيئه اللي عاوز اختمها والمهتم بها اللي هي السودان، دائما انا عايش بعيد عنها. يمكن لو انا كنت عايش في السودان وجوه البلد وبعمل الحاجات دي، كان يكون وضعي مختلف. دائما انا عندي يعني واعي بنقطة ضعف اللي هي عدم تواجدي في الملعب المفروض أسجل فيه أهداف. طيب أنت قاعد فوق في غرفة المعلقين، حتعمل شنو؟ هتقطع، لازم تلقى لك ايجنت شريك معاك يشتغل جوا، والايجنت ده يتكرم يسمع منك، يشتغل معاك، ياخذ ويدي، وإنك تملكه، هو تملكه، هو الملكية بتاعت الحاجة دي. ما تجي أنت بعدين تقول أول ما حياتك تصل تقول اسمع أنا لما أنت دورك كان عظيم وممتاز، لكن الايجنت هو لازم يحس بالملكيه، او الشريك او المتواجد معك ده. فيعني وفقت في حاجات انه يكون معي ناس شركاء يؤمنوا بانه احمد وافكاره وكذا، ونشتغل مع بعض ونكبر وندعمهم وكذا. وعارف من البدايه انه انا الفضل لو جاء فضل ونعمه، لو ما جاء خير، يعني الحمد لله رب العالمين. الحاجه دي انا كنت حابب اشوفها واثرها يظهر. هل الحاجه دي حتستمر في المراحل الجايه؟ ما عارف، لكن اللي عارفه انه الحياة دي كانت كويسة كتير في حاجات، وأظن الجانب اللي ما كان كويس فيها إنه في حاجات عشان أنا ما كنت جزء منها شديد، وما كانت مرتبطة بي، وما وفضلها ما جاني شديد، وما كان في أثر لها علي، ما استمرت، ماتت طوالي، لأنه ما لقيت مثلا الايجنت أو كذا اللي يستمر فيها. يمكن تكون جزء من الكلام فيها. طيب أنا يا عايز نقول لك لحته ثانيه شديد، معلش يعني انا بتفلسف مرات شوف في الحياه، لا لا ما تتفلسف انت بقى. حاسس ان احنا تكلمنا، اقول احنا الدور القيادي لناس بتلمس الخطى، سواء ناس بادين مشاريع بيئه الاعمال، البيئه بتاعت الناس المحتاجين ارشاد في الحته بتاعت انه يلقوا وين يختاروا طريقهم في دراسه في عمل في كده. لكن عايز اقول لك التجربه بتاعت احنا، أنا كزول عايش برا السودان، ساقتني الظروف إن أنا أكون عضو في عدد من جروب خبراء الخارج، الخبراء الموجودين خارج السودان، اللي هم ظهروا بكثافة بعد
بعد الثورة ما قامت في السودان، وحابين إنه يخدم السودان بقوة، بعرفة بالمعرفة بتاعتهم، بالresources اللي هم عندهم المعرفية ولا المادية ولا كده. فتكونت عدد من المبادرات، وانت زول مؤسس لمبادرة سودان نكست جينيريشن اللي هي اللي اخذت الصيت مع بقيادة الاستاذ سالي العطا والتيم العامل ناس نهى والفريق العامل كلهم. انا عايز اسالك في الجزئية بتاعت انه حاسس ان احنا اتواجدنا في جروب بتاع خبراء خارج، لكن الجروب ده فيه ناس يعني تعرف واحد اذا كان عمره 30 سنه، في واحد عنده خبره 30 سنه 35 سنه، يعني 25 سنه وانت طالع مجمل خبراتهم يعني. لكن كان لك دور قيادي في انك انت الناس دي كلها بخبرات المختلفه المتنوعه عايشين في بلدان مختلفة شرقا وغربا، فعايشين في بيئات مختلفة وعاشوا فيها سنين، فتكونت عندهم ثقافة ولا كلتشر خاص بيهم بالعلم اللي هم عندهم. فكان الحتة دي دائما ممكن تكون كان مشتتة، لكن دائما كان الاتفاق انه بيطبعوا احمد. يعني انت لما يكون مثلا الحتة دي يعملوها كيف، ينفذوها كيف، هل زي ما بنقول مش الديناميك، المهم على الطريقة الأوروبية، على الطريقة الأمريكية، على الطريقة الآسيوية، على الطريقة الأفريقية، على الطريقة السودانية، الناس بتكون جادة في الحتة دي. فبتجي أحمد الخاني بيجي هنا الأمور بتترتب، تلقى انت عملت حاجه ميكس كده في النص، وده المسار اللي احنا المفروض نمشي به، والناس دي بتجي تمشي معاك. الملكه دي كيف مع الناس اللي هم الخبرات بتاعتهم اكتر مننا بكتير؟ ايوه يا شكرا لك على ملاحظه الحاجه دي. انا اظن الحمد لله رب العالمين واحده من المهارات الفطريه الطبيعيه ربنا اداني لي، وانا بحاول اتامل فيها واشوف كيف ممكن استخدمها في الحياه، فكره التبسيط، التلخيص، ربط النقاط مع بعض، التوصيله. واظن شيء بيساعدني فيها انه انا بجي ما عندي راي دار افرضه، وبجي بدافع عنه وبلزه، فبجي عاوز اسمع وانا بستمتع بالحياه دي. في ناس ما عندهم حياه فطريه، انا عندي بحب اسمع فعلا، وبحب اسمع الاراء دي كلها حقت في السياق اللي انت قلته اللي هم الخبراء او الناس المختلفين ديل، ومن كل واحد بشوف بيتربط وين مع الحته بتاعت الثاني. ففي النهايه الحاجه اللي ممكن انا اقترحها او اقولها، عندي القابليه انها هي ما تكون رايي، وعندي القابليه انها تكون حاجه ثالثه مختلفه ما في اي زول قالها، لكن مكونه منهم كلهم. ففكره السماع مع التربيط، مع انه ما في حظ نص شديد فيها، مرات بيخلي الناس تقول والله يا اخي اسمع الزول ده سمعنا، والزول ده كلامي معكوس، وده يقول سمع وكلامي معكوس، وده يقول سمع وكلامي معكوس. فيمكن النقطه دي هي بتقدر تساعد في التربيطات بتاعت الحته دي. فانا اظن جزء منها يعني ان هو الواحد يكون كده عنده قابليه على الشموليه من الاراء المختلفه، ودي حاجه لازم الخبراء يلاحظوا لها، بالذات الواحد يعني الواحد لما يعمل مثلا PhD في جزئية معينة مثلا، بعد ذاك لما يجي يقول رأيه أو مشروعه أو خبرته، ما شرط ينطلق من الحتة اللي هو فيها تماما. القدرة على إنك أنت تكون عارف أنت واقف وين، وفهمك واستيعابك ومشروعك ومقترحك ممتاز، لكن ده كله ده عالمك أنت. أعرف إنه الواقع والناس التانيين كل عوالم مختلفة، تجيها بذهن مفتوح وتشوف وين الاحتياج وكيف اللي عندك ده بيضيف قيمه، سواء ترميه تبني عليه او تستفيد من التانيين، اكثر من يكون النصر او النجاح بالنسبه لك انه انا قلت بناء على خبرتي هو الصحيح ولازم اوصل له. وزي ما حد ساعدني والله بقرا في حاجه زي التفكير المنظومي، السيستم ثينكينج، الحياه ما اعرف شنو. ف من جوه حقيقه انا عاوز اشوف الناس بتفكر كيف وكيف راح تنزل مع بعض، وبستمتع بالحياه دي وشايف فيها قيمه اكثر من اي حاجه. خلاص الاخر سؤال قبل ما اسلمك لياسين، هل في الحته بتاعت الليدرشيب القياده، انت زود درست شويه سايكولوجي وشويه اداره اعمال والجانب الهندسي كله ربط لنا، انا عايزك تشرح لنا حته الليدرشيب، هل هي ممكن نفهمها اكثر من جانب سايكولوجي، ولا ممكن نفهمها اكثر بجانب اداري؟ تمام. طيب انا حيكون جوابي يعني ما مبني على حاجه علميه او دراسه او بحث او كده، لكن انا بالنسبه لي شايفه انه يعني الليدرز انواع، او القاده دي انواع بناء على المهمه او الدور اللي هم ممكن يؤدوه
وفي السياق اللي هم موجودين فيه. فممكن القائد ده يكون موجود جوا مدرسة، ممكن يكون موجود جوا وزارة، ممكن يكون موجود في عمارة في حي، لكن الفكرة الرئيسية للقائد ده إنه الناس اللي حوله ده اللي يلمهم ويكون قادر إنه يسندهم بورا ويدعمهم ويطلع البوتنشال وأجمل حاجة فيهم مع بعض عشان يمشوا في الاتجاه اللي هم بيختاروا ويشكلوا ويهزوا مع بعض. ففكرة إنه أنا ليدر شفت ليكم دي ما صح، فكرة أنا ليدر أنا حامل ما صح، لكن أنا ليدر يلا يا جماعة أحلز معاكم كلكم مع بعض وبتنوعكم ده باختلاف الشخصيات والإضافات كلها مسموعة، وعشان نعمل الحاجة الكويسة الجميلة اللي احنا دارين نمشي لها مهما كانت هي شنو، عظيم ده الليدر الناس بتحبه وبتحترمه وبتمشي معاه وبتحقق أثر يعني معاه لقدام. بعد ده أي واحد في السياق اللي هو فيه يحاول يطبق الحاجة دي، يمكن يكون في حوار تاني للموضوع ده من ناحية كده علمية يعني دراساتية. لا والله دي أنا بس حتى كده تبس نديه للناس عشان الناس حتة القيادة دي شوية ياخذوا فيها جرعة، لأنه أنت عندك تجارب قيادة من الأمام قيادة من الخلف، في النهاية أنت المنظومة بتاعت القيادة قدرت تطبقتها ونجحت، فعشان كده ده أنا اعتبرته حاجة كده نجدعها تيبس كده للأخوة المستمعين. وأنا يعني لو حقول نقطة ثانية فيها إنه يعني دائما الناس اللي حابين يبادروا أو عندهم رغبة في المبادرة أو كده بيركزوا مع الـ مع الـ مع الأشياء مع المشاريع مع المبادرات مع الأرقام مع كده، حاليا قاعد أتعلمه مع الزمن إنه أنت ركز في الناس أكتر، يمكن حاليا لسه ما كويس فيها لكن بحاول أتعلمها، ركز كيف إنه تنوعهم اختلافهم وجودهم مع بعض شغل مع بعض بيجي النتيجة، وتاني ما تركز على إنه أنت في حاجة معينة لاقيها في مكان عاوز تطبقها، لا خلي الرحلة نفسها هي استكشاف وتطلع من المكان اللي أنت فيه الهدف الناس اللي عاوز تعمله، لكن مش إنه والله جبنا حاجة عاوزين نطبقها ولا في مكان ما في مش عاوزين نعمله، لا أنت والسياق اللي فيه مع بعض أطلعوا بخلاصة وامشوا فيها لقدام. يعني ما شرط تكون عندك كل الاجوبه لكن شرط يكون عندك النفس انه انت تمشي مع الناس كلهم الاتجاه اللي انت تختاره. يعطيك العافيه، تفضل يا ياسين. والله ما تتخيل يعني انا مستمتع جدا يعني بالذات انت قلتنا لحته يعني كلام عجيب اللي هو التفكير المنظومي، وانا بتمنى ان شاء الله يكون عندك الزمن ما الليله تجي تدينا يعني تعمل لنا ويبينار او حاجه عن التفكير المنظومي، اللي هو التفكير المنظومي ده تفكير يعني غير التفكير التقليدي لحل المشكلات المعقده، وده نحن محتاجين له في السودان. يعني هسه احنا مشاكلنا عندنا مشاكل كده كثيره معقده، الاقتصاد مربوط مع التعليم، التعليم مربوط مع الدعم السريع الداخل في كل حاجه، شنو 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 ده لو ما نحن فكرنا في الحل الحلول بطريقه بتفكير منظومي الحلول التقليديه ما حتحل المشكله. طيب انا بس يعني عشان الرحله وبعد ده الوقت ونحن مصرين انه احنا ساعتين لانه عندك التزام ثاني ما دارين نضغط عليك. طيب اشتغلت في المدينه المنوره وفي معهد رياده الاعمال، اخذت منه شنو ومشيت عليه وين؟ ايوه فهنا كانت فتره ما طويله حوالي 6 شهور، كان بالنسبه لي مدخل على التفكير على اطار مدينه سكتر كمدينه، انه كيف ممكن والله المدينه كامله يعني المدينه معنى السيتي مش شرط المدينه المنوره، لكن التفكير على اطار مدينه بقعه جغرافيه كامله، كيف ممكن نطور سكتر معين اللي هو والله خلق وظائف الاعمال وكذا. فكان في ورشه اشتغلت عليها، كان فيها ناس ما عارف من قطاعات مختلفه ووزراء وناس من برا وناس من جوا، فكان بالنسبه لي اول مدخل لو حتلاحظ تطور الافكار معي هنا اول مره افهم فكره التحول، لكن على سياق مثلا مدينه تحول وطني تحول شنو، فبيت أشوف الصورة والتخطيط من منظور أكبر، وبدأ مدخل بالنسبة لي برضو لأعمال استشارية، أقعد أنا أقدم استشارات وحياة زي دي. هذا كان أول بروجكت اشتغلت فيه وبدأ يفتح لي الآفاق دي، لكن وأنا ماشي الفكرة لسه القديمة ضغط فكرة أنا التوجه غربا زائد فكرة الوطن، قلت يا ربي أسي أنا يعني أبوي له هنا تقريبا 30 سنة لسه ما بين السعودية والسودان، طبعا ناسي أولادي حيكونوا كيف، طبعا عاوز وطن، طبعا السودان ما حقدر أرجع الوضع ما مضمون، والسعودية برضو كويسة لكن يعني بس شغل بس ما قادرين، ففكرتي ضغطني شديد. قلت طيب أنا عاوز أهاجر التوجه غربا وعاوز أسرع طريقة أعمل شنو؟ ده سؤال بيجي لناس كتير يعني فكرة الهجرة والوطن عشان من هناك لما أصل أبدأ بعد ذاك، وبرضو ممكن بعدين أرجع لو عاوز لكن عندي مكان أسند عليه، حاسس لحد لو كده كان عندي مكان أسند عليه. فكانت فكرة الوطن مع التوجه الخربا كانوا بالنسبة لي مسيطرين،
فقلت اعمل شنو؟ هل اقدم لبرنامج الهجره وكذا واخذ المسار ده سواء لكندا او استراليا، او ابدا امشي قرايه ومنها اواصل وكذا، او اعمل لجوء ولا اسوي هنا واسافر بس بفيزا سياحيه او تعليم واقعد وخلاص. فقلت انه احسن طريقه بالنسبه لي انا امشي اعمل ماستر ثاني حق ماليزيا في كندا. والغريبه خلال الفتره دي كنت مشيت مؤتمر في قطر، كنت متحدث مؤتمر على رياده الاعمال في قطر 2013، فخلصت الكلمه حقتي وكذا، وكان في ورشه عمل فقعدت فيها، فقاعد جنبي زول بنتونس مع بعض انت اليوم، قال لي انا قريت ماجستير في رياده الاعمال والهندسه والابداع والابتكار في جامعه ماكماستر في كندا وكذا، قلت له يا سلام برنامج كيف كذا، قلت له قال لي تمام. فقمت مشيت اخذت اسم البرنامج ده، بحثت عنه، لقيته حلو شديد، جامع ما بين الهندسه ورياده الاعمال والانوفيشن، اسمه ماستر في انجينيرنج Entrepreneurship Innovation، بيقروه ناس كليات الهندسة والناس الجايين من حتة تانية وعايزين يعرفوا الحياة دي مع بعض. فقدمت عليه وسبحان الله جاني القبول وقدمت الفيزا. طبعا قبلها قدمت كثير لبريطانيا، لأمريكا، كلها كانت مرفوضة الصورة مش معي. قدمت لكارديف، قدمت ما عارف لأمريكا، قدمت المرة دي جاتني. فبس كنت أقول ما راح أمشي خلاص ما حضر، مع أنه وقت ده كنت جيت اسم المدينة وأجرت شقة وأمي عندها حين توقعت في المدينة، فجأت قعدت معاي. يعني الحلم ده ما يزال يعني نفسي في يوم من الايام قريب ان شاء الله يتحقق انه انا امشي اعيش هناك ومعي ابوي وامي، لانه بالنسبه لهم ده حلم، وانا بالنسبه لي برضه منطقه راحه شديده يعني تحديدا في السعوديه المدينه. فقلت لهم حخلي الحلم ده اللي هو قرب يكون حقيقه، لكن محتاج الخطوه دي. فده اللي توكل على الله. بس ركبتها طلعت على كندا من هناك كطالب دراسات عليا في جامعه مصر. نقلة يعني دي نقلات من السعودية لجامعة أم درمان الإسلامية لماليزيا، بعدك للمدينة المنورة، بعدك لكندا. دائما برجع السعودية كده أريح، أستجمع قواي، أعمل هنا، بعدك أمشي للمغامرة التالية. أيوة كندا، يعني كندا طبعا بلد كبيرة، بلد يعني الحاجات فيها مختلفة، بريدة شديد، حاجات ده يعني حاجات مختلفة. يعني بدايتك كانت فيها كيف؟ أيوة كندا طبعا يعني أنا كان عندي ليها نزلتين. دي النزلة الأولى جيت فيها طالب وبديت الماستر بتاع، كان الماستر الثاني بديته، قعدت خلصت سمستر، قعدت أتلفت مرتحت شديد، كنت براي، وبعد شوية الجو بدأ يبرد، وأبوي خليته في السعودية براو، كان بالنسبة لي برضو دي خطوة كبيرة، كان أهلي في السودان وفي السعودية براو. فقعدت أنظر، قلت يا ربي هعمل ماستر تاني أنا في انتل، قلت أسمع يعني بعد سمستر واحد وقفت، قلت أنا عرفت لو دار أو توجه غربا، حتى بالنسبة لي كان فكرة توجه غربا دي هدأت كده يعني شوية. فجيت شفت عرفت، أنا قلت بعد السمستر ده أنا يا جماعة لو جيت البلد دي تاني حاجي سول استقرار، وحاجي زول مهاجر عليه قدمته وكده وجيت معايا الإقامة الدائمة وأبدأ مساري. لكن أنا الآن محتاج إنه أرجع أقعد مع أبوي، أجسد مع قواي، وأبدأ أشتغل أكتسب خبرة شوية واتخذ القرار. يعني قعدت من سبتمبر لحد ديسمبر، ومنها شلته ورجعت السعودية. وقعدت في السعودية بعد ذاك هناك وقدمته وحاولت وعملت محاولات، في النهاية لقيت شغل في شركة هناك في مجال الاستشارات الإدارية، مكان بالنسبة لي كان جديد، مانجمنت كونسلتنسي، واشتغلت مع شركة هناك كان اسمها أرمست مدة سنتين. وكان الوقت ذاك بادي في السعودية رؤية 2030 برامج التحول الوطني، وكان عندي اهتمامات. يعني كنت قبلها في ماليزيا بدينا مشروع اسمه شركة المشرق للتجارب التنمية، كنا بنعمل يعني وأنا في ماليزيا دوقف يعني كان بالنسبة لي مهم، وأنا مشيت ماليزيا في أيام الأولى وكده عاوز ألاقي ناس، كتبت في الفيسبوك كنت لقيت واحد اسمه أبو بكر من الله من أصحابي يعني، وبقى عندنا اهتمام كده بالتنمية والمشاريع هناك. فكان بادي في مشروع في ماليزيا، مشروع له علاقة برؤية 2020 ومركز بي 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 اسمه ديليفري يونت، بيساعد مشاريع الدولة كيف تمشي مع بعض، وعمل يونت اسمه بيماندو. ومرة إحنا ماشيين دخلنا مؤتمر معرض لهم، المعرض ده فيه كل مجالات، اختاروا 10 اولويات، يعني تلقى هنا كده خيمه كده للتعليم، للصحه، لشنو تخش خيمه التعليم تلقى العشرة اهداف اللي حيركزوا عليها والمشاريع، والناس بتسال. انا وبكر ده بس طلعنا فوق وقعدنا نعاين، قلت له ده بكر المنظر مخيف، قال لي بس ياهو صورناه، قلت له بس الحاجه دي انا دايره.
لقيت كده يعني الرؤيه دي لحد هسه انا جواها ما بتغيب عني ابدا. فكره انه مواطنين مع راس دوله تبع مجلس الوزراء بيخطط لهم، وقطاعات التنميه الرئيسيه مسمينها ناشونال كي ريزلتس ايريز، مناطق التركيز الرئيسيه 10 رئيسيه، وفي كل مجال في مبادرات شغاله والناس دي كلها بتربط مع بعض. فبس انا بيماندو ده والمركز بتاع التدخل السريع ده، الفكره دي استهوتني شديد، فبديت امشي لهم محاضراتهم، احضر لهم، امشي اعمل هنا. كنت اسمع ابو بكر، فكرنا مع بعض قلنا نعمل حاجه اسمها التجربه الماليزيه، رحله كده نجيب ناس من العالم العربي يشوفوا الكلامات اللي احنا شفناها دي، ويكونوا ناس يعني بيتخذوا قرارات في مجالات مختلفه. فعملنا كم رحله من الموضوع ده، وقعدنا في ماليزيا ننسق، مشينا نجيب الناس يمشوا البرلمان يزوروا مهاتير، بعدين يزوروا بيماندو ده ويزوروا وزارات ويشوفوا التجربه الماليزيه، ويقعدوا يعملوا محاضرات ومع بعض. فالفكره شنو؟ انه التعلم اللي تعلمته ده والحياه دي لما مشيت هناك في المدينه وبعدها في السعوديه جت رؤيه 2030، الادوات دي والاكسبوجر اللي انا شفته هناك اشتغل معي هنا بصوره ممتازه. لقيت كده في برنامج التحول والبرامج المختلفه، وكل واحد كيف، ونقدم استشارات لهناك. فقعدت سنتين كانت بالنسبه لي تعلميا كده وخبره من ممتازه جدا، يعني كان لي فتره طويله ما اشتغلتها في سوق العمل يعني، لكن لما وصلت الحمد لله كان في وضع كويس، في حاجه حبيتها، مع انه في صعوبات شغل في سهر وفي كده، وفي مجال بالنسبه لي كان جديد، لكن كان على مستوى دوله. ده بالنسبه لي كان يعني حاجه كيف الدوله كلها تخطط حاجاتها. فيعني انا ممتن جدا للسعوديه ان هي ادتني الاكسبوجر ده، واللي هو يمكن لحد اسي يعني انا ما شاركت من التعلم ده حاجه، يمكن منتظر مساحه مناسبه، لكن دي حته اتمنى انه في الوقت المناسب في السودان يكون في مساحه انا اقدر اشارك الخبره اللي هي التكتيكيه دي اكثر من اللي بالنظري فوق. كلام ممتاز جدا جدا. يعني طبعا ما شاء الله السعوديه ماشيه كويس جدا في الحته بتاعه الترانسفورميشن والحته بتاعه الفيجن 2030 دي. طيب يا جماعه تفضل لنا 25 دقيقه. لو في اي اتفضل ممكن من ممكن ممكن منا 5 دقائق. اتفضل مبارك. السلام عليكم. انا مبارك صديق احمد رفيق العمر. انا لو عندي ملاحظتين سريعات على كل الكلام اللي بدا، واحده ليها علاقه باحمد الخانجي، واحده ليها علاقه بالدوله السودانيه، دي كملاحظه شخصيه يعني. بالنسبه لاحمد، احنا ما ندر في حياتنا نلقى انسان مستقبلي، اي انه انسان هو عايش في المستقبل، ولانه عايش في المستقبل بيقوم بيجيب لك ادواته في الحاضر ويقول لك امشي سويها. والناس ديل بيعانوا في الحياه، بيعانوا ليه؟ لانه ما بزال حيصدقون، هو شايف شيء اللي قدام وبيقول للناس تعالوا سووه، وناس بيقولوا زول ده بيعمل في شنو. وانا شخصيا عندي تجارب مع احمد، بيرمي لي كلمه بنكون ماشيين مع بعض، بيقوم بيرمي لي كلمه امشي اقرا عنها، انا بكون مشيت قريت عنها وبعد 3 سنين تقوم تجيني كلمه قال لي قبل 3 سنين والناس لسه ما عارفه عنها. فدي واحده من الحاجات اعتقد اللي واجهت احمد صعوبه في الاندماج ما بين المجتمع، وبالذات المجتمع السوداني، وما بين حتى ان هو انسان مستقبلي. حتى هو واحده من معاناته مع ذاته ان هو انسان مستقبلي، وما كانت واقع عليه الحاجه دي لحد ما استوعبها وبقى متصالح معها وبناء عليها بيتصرف. والانسان المستقبلي ده عنده نقطه قوه، اللي هو لو اشتغل في الحاجه بفكرته دي، لو اشتغل بها حتتحقق حتما. لكن نقطه الضعف الايمان انه فكرته حتنجح، ما هي حاجه مستقبليه، فما في ايمان انه حتتحقق. فده هي نقطه قوه ونقطه ضعف. عشان كده دائما بقول لاحمد شنو، احمد كان قلت لي فكره انا حنفذها بدون ما اناقشك، حتتحقق انت جدي يا مبارك حتتحقق، قول له انا عارف حتتحقق، عندي معك تجارب كثيره. فده بالنسبه لاحمد. ولا وسبحانك ربي، هذا الانتربرينورشيب الناس الان قايمه به، هو من 2000 اظن من 2010 انا هو كان بيشغل فيها. ده بس كمثال يعني. والحاجه دي نقوم نربطه بالامر الثاني بالنسبه للدوله السودانيه. على مدى تاريخ الدولة السودانية من الاستقلال إلى الآن حتلقى حاجة واضحة جدا، إنه في فصل تام ما بين السلطة السودانية أو النخبة وما بين الشعب، والسلطة ما قادرة تستفيد من الشعب، مع إنه نفس الشعب ده لما يطلع من السودان في أي مكان بينفجر بيزدهر خلينا نقول. طيب لما ونفس السوداني لما يرجع للسودان بتلقى بيشتغل ترحال ومبسوط، يقول لك الله رجعت البلد شغال ترحال الحمد لله أنا دار البلد. في 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 حاجة غلط في تركيبة الدولة السودانية نفسها. وبتتضح لك الحاجة دي مع خانجي في السعودية، اشتغل مع 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 يعني كان مستشار لوزارة مثلا، كان في هيئة تطوير المدينة المنورة وهو عمره كم، ما وصل حتى منتصف الثلاثينات. في 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 كندا بدو مساحته، في السودان
ففي في السودان اتحدى انه يكون اصلا موجود. ففي مشكله في الدوله السودانيه نفسها وتركيبه السلطه فيها انه ما بتمكن للشعب وما في ميكانيزم معين موجود، وده بيؤدي للنتيجه احنا شايفينها انه اي انسان سوداني مغترب بيقول لك نفسي اساعد البلد، لكن في النهايه حتلقى مساعدته بتنحصر على رسل لنا القروش خلاص، ده كده كانه خلاص انا عملت عليا يعني. فاعتقد لو قدرنا نكسر الحلقه دي بنقدر نستفيد من 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 انسان زي 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 الخانج يعني وكده. فدي تقريبا الملاحظتين ديل. ممكن اختم بحاجه اخيره، ما اعرف لو لي حق اقول ولا لا، لكن مبادره السودان نيكست جين. طبعا انا عندي يعني ادعي عندي شويه في موضوع الاعلام والمحتوى وفهم الناس وكده. فمبادره نيكست جين بالنسبه لي اول ما تكونت كان عندها غلط، يعني كان عندها مشكله جوهريه بالنسبه لي. هي مبادره ضمت افضل الخبرات السودانيه في العالم، لكن مشكلتها ان تفكيرها كان نفس التفكير الروتيني السوداني انه نحن حنمشي نخدم الشعب ولعل الشعب ان يعني يسمعنا، نريد ان ننفعه والاحلام الكبيره كبيره ديك. والسودان نيكست جين كانت ناسيه انه هي مبادره ما للشعب، هي مبادره للحكومه. يعني الحكومه ما استفادت منها حتموت المبادره، شكرا جزيلا. فسودان نيكست جين كان بتستمر وبعينات انه لا لازم الشعب يلتزم، لازم يلتف حواليها، لازم يعرفوها، مع انه اصلا انت مجالك ما الشعب، العقليات دي ما عقليات الشعب، دي عقليات الخطط للشعب. فحتى سودان نيكست جين وقعت في مشكله بيقعوا فيها الناس دائما وكده، ففي في في موضوع كيفيه مساعده السودان. فبس انا يعني بالنسبه لي يعني كمان عندي خبره 10 سنين في المانجمنت، فلما في الكواليتي تحديدا في مجال الكواليتي، فلما اتكلم عن السودان واتكلم عن خانجي واتكلم عن السيثم وكده، في حاجه واضحه بالنسبه لي في السلطه فوق، لو ما بقى في اداره وفي كي بي اي واضحه للناس وفي سلطه تنفذ الافكار اللي بتكون استراتيجيه وموجوده، كل الخبرات السودانيه دي ما حنستفيد منها، كلها حنقعد نتحسر لين احنا. الموضوع جاي من فوق، ما له علاقه بالعقليه، ما له علاقه بالقلب وحب القلب وكده، له علاقه بالعقليه الفوق. ما قدر المجتمع المتعلم يصل الى مراكز السلطه بقوه ما حيستفيد السودان. وعندك زي خانجي، انسان مستقبلي، العالم كله بيستفيد من افكاره للمستقبل، والسودان الى الان افكارك دي ما بتنفع معنا. فبس دي ملاحظه ممكن اقدر اقولها يعني. انا اكثر حاجه عجبني في مبارك بحطها التاخ كده، ما عنده حته تليناي يعني زول ناقد بفهم بشنو، بورقه وقلم بيحطها عليك كده، لو جبت انت شفت المسطره بوراه لحتلقى زايده ملي ولا زايده ملي، بس يا هادي المسطره. انا بس احكي لك يا مبارك والجماعه تجربه جميله جدا، يعني في السياق بتاع كلام اخونا مبارك، انا مشيت يعني كيان تنفيذي، ما في داعي ذكر الاسماء، في السودان، ومعاي مجموعه من الناس كانوا عندنا مشروع كده عشان نقدمه. فالمهم، وطبعا انا طبعا زولي من السودان بعتبر، فبعرف الامور تمشي بالواسطه، حتى لو قدرت تقدم خير بالواسطه. فقدرت عملت بعلاقاتي، عملت مواعيد، فمشيت قابلت هذا المسؤول الجهبه دي، فقاعد معاه كده، قام بطيه طبعا نحن دارين نعمل كده نسوي. فقال لي يا اخي اسمع، انتوا دارين تكشروا بينا؟ فقلت لي بس معليش يعني نكشر بك كيف يتفهم يعني؟ انا ومعاي، خليني انا الناس اللي معاي دين خبره واكاديميا اكثر منك يعني، ثاني حاجه ماديا اكثر منك مغتربين، ثالث حاجه هم شغالين في مواقع تنفيذيه في دول او في منظمات بتشرف على دول يعني، فهم فوق يعني، هم مين اللي حيكشر مع مين يعني؟ فدي هو ده سؤال السلطه، ده هو سؤال السلطه والناس الموجودين في السلطه والشعب المتعلم اللي ما وصل للسلطه، دي مشكله السودان كان دي تبسيطه يعني نوعا ما. يديك العافيه يا مبارك، تفضل ياسين. يديك العافيه والله. نحن طبعا في برضه في انا لو ممكن بس اعلق سريع على كلام مبارك. تفضل. نعم، هاي شكرا لك مبارك. انا بدي اقول حاجه، انه دائما يعني نعمل شنو؟ ده سؤال انا بيهمني دائما، يعني مثلا لما في نفرض في 2010 والله يا اخي في مشاكل في التعليم هنا والسوداني ما في وظائف، شركه رياده الاعمال وتنفيذها حاليا، انا بتساءل شنو الحاجه ممكن نعملها عشان كلام مبارك ده يتحقق، اللي هم الصوت الشبابي اللي هو ممكن يكون واعي حابين هو يتمثل ويدخل في مفاصل
صناعة القرار والدولة المختلفة ويحقق الحاجة المفروض تحصل شنو، وإحنا ممكن يكون دورنا اتجاهها كيف، وكيف نبدأها عمليا. أظن دي حاجة يعني أنا قاعد أفكر يمكن لي زي سنة ونص سنتين، ما عارف شنو هي الحاجة اللي تتعمل عمليا، عارف المشكلة وبسمع عنها كل يوم، بسمع زي تحليلات مبارك، لكن عمليا شنو المفروض يتحصل واقعيا وينزل. أخليك تتكلم مبارك ما عارف شنو، فمرات بقول اسمع رأيك شنو نجهز الشباب اللي هيخشوا البرلمان، ان هم لما ينقلوا صوت الناس كيف يترشحوا، كيف يوصلوا الصوت، كيف يلمسوا الجوانب المختلفه. طب يا رب نرشح الاحزاب الشباب، ما عارف كيف، بالذات بعد الثوره وسقوط البشير بالنسبه لي حاجات كثير اتغيرت، لان دائما كنت بفكر بفكره انه احنا فوق ما في امل، تحت بس مساحتنا نعمل شنو. الان الافق فتح، انت عاوز تعمل شنو على مستوى دوله، اعمل طوالي في شنو، في حكومه كعبه، في مشاكل موجوده لكن الافق اتفسح. انا بالنسبه لي الفتحه دي خوفتني وقفتها، هنعمل شنو؟ ما عارف، ما عندي اجابه. هنبدا من وين؟ ما عارف، لسه قاعد اطور الحاجه دي. فانا اظن مع تحليلات مبارك المشكله محتاجين تيم ثاني يكون شغال شنو عمليا الحاجه ممكن تتعمل لزا المساحات دي زياده لقدام. تفضل. في في حوار في انا ثاني عندي يعني منفصل. أفوت عليك، ده حوار ثاني كان دخلنا فيه، لكن انا في حاجه صغيره ممكن اقولها، انه نحن عندنا مشكله انه نحن بنفتكر انه عندنا دوله، احنا ما عندنا دوله. السودان ليس ما دولة، السودان ده عبارة عن مجتمع سوداني طبيعه متشابهة، لكن كدولة كنظام وكسيستم وكعمل ما في. النتيجة النهائية بتكون في شنو؟ إنه أنت عندك عسكر بيحكموا كل وقت الثاني، أحزاب بيحكموا كل وقت الثاني، وبيتضربوا بيناتهم، الشعب بيقعد يعاين، والله ديل كعبين ديل كعبين ديل كعبين ديل كعبين، وتستمر الدائرة اللعينة. والآن حاصلة، أنا أظن يا أحمد أظن يعني، ودي حاجة أنا شغال عليها مرات يعني، حتى في المشروع اللي أنا شغال عليه حاليا، مشروع الأرشفة، إنه نحن محتاجين نشتغل وكأنه ما في دولة، وعليه المجتمع تلقائيا هيأسس نفسه. شفت اللي انت كبير كنت بتتكلم عن الايكو سيستم او حاجه زي كده، لكن ما هي ايكو، مجتمعات صغيره ذات منفعه تتكون، كل حاجه حول مصلحه معينه، ناس دايرين يعملوا ارشيف، ناس عاوزين يعملوا بزنس، ناس عاوزين يعملوا وعي سياسي للجان المقاومه، دول ما محتاجين ينتظروا الدوله. كيف يقدروا يؤسسوا نفسهم ويكونوا مجتمع مؤسس؟ المجتمع المؤسس ده هو اللي هيعلم الدوله كيف تشتغل، لان انت عندك دوله في السودان ما عارفه كيف تشتغل اصلا. ده جزء من الحاجات. والغريبة إنك أنت لما تعمل حاجة زي كده تلقائياً بتلقى الناس تجمعت حواليك وبكفاءات غريبة، لأنك أنت تصرفتها كأنك أنت الدولة. ده في حالة خاصة بالسودان، لأنه أصلاً السودان هو بالنسبة لي ما الدولة في المعنى بتاع العمل يعني. بالمناسبة الكلام اللي أنت بتقوله ده يعني كلام ده فتح نقاش كتير، وشكراً لك يا مبارك. ويعني أنت يعني زي ما قال هيثم حللت المشكلة، وأحمد مسك طرف الخيط وكده. فخلونا من هنا نمشي لقدام بعدين، والونسة قبل بعد تنتهي الونسة، ما تطلعوا من الزوم وكده. طيب نحن بس عشان الوقت وكده ما يسرقنا فيه، أخونا عمر عثمان من جبير رافع يده، تفضل يا عمر. السلام عليكم. والسلام ورحمة الله وبركاته. تحية لباشمهندس أحمد وتحية دكتور ياسين، كده عندنا سنة معاك في الزوم ده من PMB وإلى الآن. اتعلمنا الزوم واتعلمنا وماشين الحمد لله في طريق سليم. موضوع كنت عايز أسأل منه مبارك أشار له في بعض الحاجات، إنه نحن صحيح عندنا مشكلة في بناء منظومة، أصلاً منظومة مؤسسي، لأنه في أصلاً الدور القيادي للدولة مختفي تماماً أو ما موجود، حتى لو أنت طلبت دور القيادي من الدولة بكون ما موجودة. المشكلة الأساسية والمفروض الناس على حله هو كيف الخطوات العملية للدور المجتمعي عشان نقدر نهل الموضوع، لأنه موضوع الدور القيادي للدولة ده اختفى وما قادرين نجيبه، وبكل الطرق نحاول إنه نرجعه ما قادرين نرجعه. كيف الخطوات الأساسية للدور المجتمعي عشان نقدر نجيب الدور القيادي للمجتمع عشان يقدر يخلي الدولة ذاته يحس إنه في حاجة لازم يتعمل؟ شكرا جزيلا دكتور ياسين، وشكرا باشمهندس. يعطيك العافية. طيب شكرا كثير عمر، ومرحب بك. ومحمد قال كلام جميل جدا جدا، قال هل ممكن يدعم البرلمان شباب إلكتروني وتتجاوز الامباورمنت ويتعامل له حكومة من حته بتاعت من نظره بتاعت مانجمنت، من النظره بتاعت اداره اعمال يا مبارك واحمد؟ احمد ده 2015 حكى لي عن الفكره اللي بيحكي عنها الزول ده، الفكره اللي بيحكي عنها قال لي 2015، تذكر يا احمد حزب الارجنتيني الاونلاين، انها وانا كنت بقول له، وكنت بقول له انه حيجي يوم من الايام وحنعملها في السودان،
وممكنة جدا وقد تتحول إلى أرض الواقع، يعني هي ممكنة. إجابة لي معلش لو برضو بسمح لي، إجابة للسؤال السائل اللي كان بيتكلم عن شنو الطريق لإنه المجتمع، المجتمع محتاج، المجتمع عنده مشكلة إنه في، يعني كجيت حبيت مثيلة، عنده مفكرين وناس بيفكروا أو عندهم مهارات نوعية، وفي مجتمع تايه وضايع عاوز يخدم نفسه. المشكلة إنه ما في جسر بيناتهم بيربط ده بده، ما في ده بيتكلم إحنا مفترض نعمل وأنا عندي خبرة وأنا وداك بيقول هاي لكن إحنا وحالتنا كعبة وكده، ما في زول قادر يترجم دي إلى دي كبرنامج عمل كورك إنستركشن. أعتقد إحنا محتاجين، وما محتاجين شعب ذو قلب وحب للسودان، ما محتاجين مهارات، محتاجين الناس اللي بيعرفوا يترجموا دي لدي، أعملوا دي أعملوا دي أعملوا دي حديكم نتائج. احنا محتاجين الجاب ده. دي الحاجه ممكن اقولها. بالنسبه للاونلاين انا مؤمن اصلا ان احنا مفترض نكون شغلنا اونلاين، ودي المساحه اللي اصلا الدوله ما حتعرف تلعب فيها، الدوله بمفهوم الكبير يعني، وقادرين على الحاجه دي بشرط انه التمحور حول الموضوع يكون الموضوع اللي حيتمحور حواليه الناس يكون التنميه وفقط. ما السودان ده كفاو سياسه، كفاو علماني اسلامي، كفاو تفكيرات وايديولوجيات، السؤال التنمية غايب عن الإنسان السوداني. الزول قاعد في الكاملين في بصة الخضار بتاعته، والله قال سمعنا القراي عمل، يا شيخ دقيقة خليك من القراي تشوف قرايتك بتاع هنا، فهمت الحكاية عاملة كيف؟ فسؤال التنمية اللي بنزرعه في وعي الإنسان ونخلي نقاش الرأي العام ذاته عن مواضيع التنمية، شوف عندكم في الانتخابات. فلو عملنا حاجة زي دي بنكون بسهولة وبفترة زمنية، والله الناس يمكن تستغرب، بفترة زمنية قادر على إنك تخلي الشعب ياخد حقوقه. ما أقدر أقول إنه عندي تجارب، لكن في حركات كده معينة سويتها مع مجموعة من الشباب كان عندهم مشاكل مع الدولة، زود 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 ما تم أسبوعين قبل ما جابوا حقوقهم في سفي أمان الله يعني، وجابوا الحكاية حصلت يعني. أنت متخيل معي؟ فالموضوع عبارة عن شنو؟ steps how to make how to fight how to يعني وكده بس يعني. أظن ذلك يعني في النهاية آرائي مؤمن بكلامك تماماً، وإن شاء الله حيكون عندنا نقاش فيه. طيب يديكم العافية وشكرا لكم كثير يا جماعة. حعلق على سؤال أتفضل يا أحمد. نعم. سريع جداً على سؤال عمر وكلام مبارك في بسؤال أنا ما عندي جواب. السؤال ده أظن سؤال ذهبي يعني، لو الناس ممكن تفكر فيه شديد، ولو في زول باحث، لو في هنا، لو في ناس الناس تناقش فيه. طيب خلال 10 سنين الأخيرة في العالم كله نشأت فكرة المجتمعات الإلكترونية ديجيتال كوميونيتيز، انه فجأة البشر لقوا روحهم ممكن يتواصلوا، وظهرت فكرة السوشيال ميديا، فكرة المسجنج، فكرة ما في حدود. اتذكر قبلها بعشر سنين ما كان في حاجة زي دي، كان في مع السنجر كده. الفكرة دي على مستوى العالم وتحديدا السودان كيف من الممكن how might انه المجتمعات الالكترونية الديجيتال كوميونيتيز تساهم في مشاريع التنمية ولكن من منظور دولة؟ ده سؤال أنا أقدر أقول لك من معرفتي البسيطة حتى الآن ممارساتياً في العالم ما في زول لقى له جواب. الناس لقى الجواب إنه كيف المجتمعات الإلكترونية، يعني ده كلام فعلاً كلام محمد بس ما في التعليق، وسؤال عمر المستقبل شنو، وسؤال مبارك الكوميونيتيز، الناس قاعد تستخدم فكرة الديجيتال كوميونيتيز والمجتمعات الإلكترونية في حتة معينة يتواصلوا، يلا نعمل حملة، يلا نعمل كده، ننظم حاجة، نتلاقى مع بعض. شوف الجروبس السودانية رهيبة، في جروبس بتاع موس، جروب بتاع شنو الزريعة السوداني، ناس بتتلاقى إلكترونيا من أماكن مختلفة، هدف مشترك، بيشاركوا الموارد، فكرة كراوس سورسنج، وينفذوا مع بعض. طيب الحاجة دي على مستوى الدولة، لانه احنا كثير من تفكيرنا بالضبط، انا حياتي كلها ما صوتت، حياتي كلها ما حلمت انه انا ابقى رئيس ولا امشي برلمان. انا حياتي بالنسبه لي جديده، انا ذاته عشان اعمل داونلود سيت اب للبرنامج ده بالنسبه لي قصه مخيفه. فالافق اللي اتفتح لي ده، وكثير من الناس الخاصه في اعمار نديل والاصغر شويه اتفتح لهم الافق بدري، وانت بتحلم يملي بالدوله كيف ممكن تستثمر المجتمعات الالكترونيه. في من الناس التجارب كنت شاركتها مع مبارك 2015 بفكر في الحاجه دي، لكن كنت في سياق مختلف، في سياق برا السودان والبشير قاعد وكذا. قلت لي في ناس اسمع في الارجنتين عملوا حزب الكتروني ديجيتال بارتي اول من نوعه، وقالوا التصويت واي حاجه لقرارات الحزب الكترونيا وما بيتغير، واحنا بنرشح الزول واللي يمشي البرلمان يصوت بكلام الناس صوتوا الكترونيا، فالناس اعجبت وعملوا تولز الحاجه دي وبدوا هناك. فقلت الناس هذه فكره رهيبه، لكن ما هو كده ممكن ننفذها، يمكن هسه ممكن في لحظه ما، لكن السؤال وليس الاجابه كيف من الممكن ان تساهم المجتمعات الالكترونيه بتلقاها في الفيسبوك وغيره في الواتساب في بناء مشاريع التنميه في السودان من منظور دوله. نقطه، والسلام عليكم.
انا كنت دارت بس سؤال لكن الزمن أنا. طيب نحن والله يا جماعه سعيدين جدا جدا يعني اللقاء كان جميل واكيد اللقاء ده ما حيتوقف هنا فده هي باب يعني احمد ما شاء الله تبارك الله فتح ابواب كثيره جدا جدا وماشي بحاجات وفي حاجات توفق فيها في حاجات لسه ماشي في الطريق وكده وربنا يوفقه ويجازيه على الاجتهاد ده. طيب نحن قبل ما نختم لانه دايرين نختم كده بس مع الزمن الليله ما عايزين اي تاخير. طيب يا احمد في كندا الحياه طبعا اختلفت تماما زي ما قلت وبعد ذاك رجعت كندا واستقريت استقرار المهاجر. يعني الحاجه دي اضافت لك شنو يعني لخططك يعني؟ ايوه طبعا من بعد ما رجعت السعوديه وبديت اشتغل فسبحان الله دي من القصة ممكن نحكيها في لحظة ما. اتقابلت زوجتي كانت عايشة في كندا يعني أنا مشيت كندا لكن ما تلاقينا. اتقابلت زوجتي وبدينا مواصلاتنا عن بعد وفي ناس بيعرفونا في النصف وتواصلنا مع بعض فدي كانت قصة ممكن نحكيها لكم في مرحلة ما لكن هي موجودة في 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 كندا وانت زرتها وتلاقينا وتزوجنا وجات عايشت معي فترة في السعودية وخلصنا بعدها جينا هاجرنا لكندا فدي كانت النقلة ساعدتني كثير باعتبار هي كانت موجودة هناك وأنا كنت جيت بكده فترة فجيت واستقريت هنا. بعد ذلك لما جيت هنا بعد ذا حسيت إنه أنا كأني صفرت العداد. بعد السؤال بتاع التوجه غربا بعد السؤال بتاع الوطن يعني خلاص بعد بقى في أرضية معينة بعد ك ك ك ك ك ك كإقامة دائمة بعد ذلك لقدام كنت تنتهي باستقرار في البلد والجنسية وكذا. يعني أسئلتك الكبيرة كانت شغلات في العشر سنين الفاتت اللي هو سؤال الوطن وسؤال التوجه غربا. يلا الآن أنت واقف على أرضية الوقفتك كتير كنت ما عاوز أبدأ في أماكن تانية. يلا الآن أنت صفرت عدادك عاوز شنو في الدنيا دي شنو الحياة الواقفة اللي شنو البوتنشال اللي أنت شايف وعرفته عن نفسك أبدأ من هنا وأبدأ يتحرك. ده كان بالنسبة لي كده الفريمينج للرحلة والجاية لكندا. بعد ده قسي لها سنتين ممكن نمر عليها في واحدة من القعدات بالتفصيل لكن خلاصة إنه قاعد أستكشف في التجربة أو الحياة في كندا وتجربة الزمالة التجربة الكندية في يعني أول مرة أنا أنظر للعالم باعتباري جزء من العالم الغربي الويسترن وورلد وباعتبار الدول اللي بشوف دائما كنت معاييره جدا يعني مثلا كنت شغال في الاستشارات كنا بنقول والله عاوزين نعمل بنش ماركينج كده نقطه مرجعيه للدوله الفلانيه مثلا كندا في مجال التعايش في مجال البيئه ودوره الافضل ودائما عيني على هناك مكان ده كويس عاوزين نبقى زيه. المره دي انا لي سنتين عايش في مكان عاوز ابقى زيه. يلا ها وين القصور وين العيوب وين الميزات شنو عمله مختلف. فدي التساؤلات اللي كانت يوم كنت في ماليزيا بس التجربة ماليزيا في السعودية في التجربة السعودية في التخطيط وكذا في أسف في كندا بفكر تجربة فدي حياتي شنو قاعد أفكر فيها بالتبالي ما شاركت حاجة لحد أسي لكن جزء من الإكسبلوريشن أو الاستكشاف بتاعي. إحنا ممكن ناخد 10 دقائق زيادة يعني على خفيف نختم أوكي. فيها راح تخصل في شباب ما تكلموا ممكن نختم على 4 و10 كانت يعني أسي حاليا قاعد أحاول جزء منها بستكشف نفسي أنا كأحمد والصوت بتاعي وعاوز أوصل لوين وكيف ممكن أساهم. جزء منه بستكشف التجربة الجديدة دي ميزاتها وين بالضبط والعمل صح شنو وأكون حاول أكون ناقد لها وفي نفس الوقت كيف ممكن أنقل الحاجة دي. والشيء الأخير بستكشف جوانب يعني في مجال مثلا الحياة اللي أنا بهتم بها زي السوشيال إنوفيشن أو غيره أو كذا بحاول أكون جزء منه هنا وأتعلم وامشي في المسار ده. كلام 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 جميل جدا جدا ويعني التمازج بتاع الثقافات التمازج بتاع العلوم ده يعني حاجه يعني انا صراحه بستغرب من زول مثلا جه بريطانيا. طبعا بريطانيا معروفه ان هي فيها البرلمان ويستمينستر وفيها العلوم وفيها الجامعات عرق الجامعات وكده ولسه بيكون في 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 حته صفر يعني كانه جاء من السودان امبارح. يعني لو رجعت السودان حيكون بنفس الفهم طلع به من السودان يعني. طيب يا احمد نصيحه لاي زول عنده الفكره بتاعت انه يهاجر ولكل مهاجر يعني قاعد برا يعني. ايوه انا بقول تفصيليا كتبت الرحله بتاعتي ونصائح في بوست اسمه رسائل مودع عن الهجره عملت 11 حلقة وكتبت جزئيات وأنا طالع من السعودية جاي كندا.
فمعرف هيثم عملتها في البوستات في مكان رسل لي لقيت سمينا في الصفحة عشان الناس لو فات حاجه يعني كتبت عن قصتي مع 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 الزواج مع الهجره مع ما اعرف شنو مع الشغل مع تعلم الانجليزي. لكن لو حقدر اقول حاجه لها علاقه بالهجره، اول حاجه المكان اللي انت فيه الان يعني فيه خير، سواء كنت مغترب في الخليج ولا قاعد في السودان ولا قاعد في امريكا ولا الى مكان ما، خلينا نقول نقطه بدايه يعني الحمد لله اختيار ربنا لك والمكان اللي انت استرت لك الظروف تكون فيه حاليا. ما تخلي، ودي نقطه كنت بعاني منها، انه دائما الحرص والشغف ان انا اصل هناك ما ماسكه ذاك يبوظ لي طعم الحياه في الاسي اللي انا فيه ويخليني ما استفيد من الفرص المتاحه فيه. دائما قلبي معلقه لما اصل لما اصل لما اصل واجل لما اصل. فما تخلي فكره لما اصل، لكن السعر الافضل مشروع سواء بالهجره او بغيرها، لكن ادي نفسك الفرصه ان انت تشوف الحاجه اللي انت فيها حاليا بعيون منصفه شويه، والوصول للمكان ذاك اللي انت شايفه لو فيه خير ربنا بيسهل واسع فيه ما اكثر حاجه تقدر فيها. يعني فاز كثير بيقول اسمك عشان وصلت هناك بتقول الكلام ده، انا عشان بقول الكلام ده عشان لو رجعت ورا كنت ممكن افكر بالطريقه دي. الحاجه الثانيه اللي اقولها انه الهجره في حد ذاتها والتواجد في الدوله اكس اللي انت محددها ما هو النهايه. انت عاوز تعمل شنو؟ عاوز توصل؟ يعني كنت بفكر بقول انا بس اصل هناك، لو وصلت هناك انا حبدا افكر، شفت افكر ده اعمل شنو مثلا. انت من الناس يبدا شوف يعني انت شنو بالنسبه لك بعين السعاده، حاب تحقق شنو، عاوز توصل لشنو، وفي المكان اللي انت فيه شنو الخطوات البسيطه اللي ممكن تعملها. يعني انت عاوز تهاجر للدوله اكس خلال سنتين عشان تصل هناك، عاوز تعمل تشتغل في كده تعمل في كده، وانت قاعد الان شنو ممكن تبداه سواء انجليزي ولا شهاده بروفيشنال ولا كورس اونلاين ولا كده. فحس انه هي رحله ما بتبدأ لما تصل، لكن بتبدأ من وجودك الآن وتقبلك ورضاك، ومع السعي كده حتلاقيها وهي ماشية يا فتحت لك في المكان اللي انت فيه بطريقة ما. ولو حصل النقلة هناك بتكون انت رحت خطوات ووصلت هناك، والوصول هناك ما هو النهاية أو الراحة التامة، إنما هو جزء من رحلة كبيرة يعني في الحياة. نعم. من تكون انت بدأت تحدد مسارك. نعم. طيب تجربة سودان نيكست جن ورحلة التحول ورسم المستقبل. ايوه يعني السودان نيكست جن نشات في جو كان فيه الثوره في ذروتها في اول شهرين ثلاثه، كان الناس بتتساءل بالذات عايشين برا كيف ممكن نساعد كيف ممكن نساهم في هذا التبرع في هذا الترسل في تكتيف في الفيسبوك في ناس في الميديا. في ناس قالوا يا جماعه هل ممكن نحن الان في الظروف الصعبه دي نبدا نعاين للمستقبل ونحاول نجمع اصحاب الخبره ونرسل رساله ايجابيه في الفيسبوك. فمنها نشات الفكره هنا، بدوا الناس يتلموا مع بعض اغلب الناس عايشين برا، بدوا الخبراء برضو في مجالات مختلفه يتواصلوا معاهم، بدت مجموعه من اللايفز في الفيسبوك يتكلم عن مواضيع مختلفه، بدا موقع الكتروني فيه مشاريع ناس تنصبت المشاريع في لارس بدات تتشكل. فتجربه يعني عمرها تقريبا حوالي سنه ونص ما تزال يعني هي في بداياتها وبتتشكل كل يوم، بتحاول انها تساهم في ارسال رساله ايجابيه للمستقبل للسودان للعام يعني للناس في الفيسبوك والناس، وبتحاول برضه بطريقه ثانيه تتواصل. الوقت ده كان لسه يا دوب ما عارف هيحصل شنو مع الحكومه مع مراكز القياده، انه لو في مساحات للاستشارات لتقديم خبره اللي كده، لو الابواب اتفتحت باي جوانب ما ممكن يكون في تعاون وفي خبرات ممكن تكون موجوده، وغير في منصات ثانيه موجوده زي دكتور علام عنده تجربه، هيثم يتكلم برضه عن تجارب الباحثين السودانيين تجربه، دكتور نمر برضه عنده مجالس الخبراء السودانيين، في تجارب زي دي ممكن الناس تستفيد منها وتفتح لها ابواب. التحدي دائما بيكون تنسيق الحاجات دي مع بعض، آلية التنسيق، لانه في ناس عظيمين كتار في اماكن مختلفه وفي جهه مركزيه حابه تنزل الجهود دي كلها. انا بقول ان الناس ديل جزء كبير ما سونية لكن ما عارفين يعملوا شنو وينظموها كيف مع ضغط الشغل اليومي، وفي هنا لكن محتاج القصة حسن تخطيط وإدارة لاستفادة من الموارد دي كلها مع بعض. يديك العافية والله، يعني صراحة يعني ونسى ساعتين يعني استفدنا منه، وكانت محاضرة وطاقة إيجابية زي ما قالوا الشباب في الفيسبوك، ويعني حاجة جميلة جدا جدا. طيب قبل الختام أحمد. تمام. طيب لو في كلمة أخيرة دار أقول لأي زول بيسمعنا يعني من رحلتي الشخصية واللي شفته، يعني إنه دائما الواحد بيركز مع استكشاف عوالم بعيدة منه، بيبدأ من أحيانا بعيد القمر الناس الدول العالم هنا، وبينسى إنه هو جوا هو صوته شنو داير شنو.
شنو بالنسبه له بيعني سعاده، شنو بالنسبه له بيعني سلام، شنو يعني لو حصل لك واحد اثنين ثلاثه ممكن يكون الحياه دي هي قاعده الان بس انت ما شايفها. فانا من الحياه دائما بحاول اعملها انه الواحد يعني يعمل احيانا بيرسوناليتي اسسمنت، يعرف عن نفسه، يحدد حاجات هو حيمشي فيها في رحله استكشاف داخليه الواحد ماشي فيها، ومرات بتكون ظاهره للناس وجزء منها بيخلي الواحد ينضج ويوعى ويعرف هو داير شنو. فلقيت انه كل ما انا اقلل من تعلقي بالبره والانا عاوزه وامسكه والوصول هو اللي حيحقق لي السعاده والرضا، لانه والله اركز جوا افهم انا يعني في ايه دائما انا بركز معي اسمها قوله تعالى الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالسؤال ما هو خلقي وما هو هداي المناسب مع خلقي؟ خلقي ده بيختلف عن خلق اي واحد تاني. والخلق بتاعك فيه شخصيتك، فيه الدي ان اي، فيه اي حاجه فيك، والتيسيرات زائد هداك المبني على خلقك، هداك ده بعد المسارات الحياه واللي بيتسهل لك. فانت ركز مع خلقك وهداك، وطالما هي حاجه توصلك لربنا وفيها نفع للناس باذن الله تكون حاجه تمام، ما نقطه محدده انت بتعرفها، لكن هي عباره عن مسار رحله الواحد يمشي فيه يعني. نعم، يديك العافية أحمد. ويعني صراحة يعني بكرر الكلام ده، أنا والله صراحة يعني استمتعت واستفدت فايدة يعني ما عادية من الجلسة معك يعني، ويعني حاجة جميلة جدا جدا. آخر أسبوعين قبل الهجرة من الرياض إلى وترلو، مشاعر وأفكار متسارعة ومختلطة، وأنا عايش آخر أيام بالسعودية قبل الانتقال للاستقرار في مدينة وترلو كندا. أشارككم بعض الخواطر لعلها مثلها يكون في ذهن أحدكم فنتشارك حديث الروح. لا تنفك التساؤلات تتغاضف على ذهني، لماذا هذه الخطوة في هذا التوقيت؟ من أين أبدأ الاندماج في المجتمع الجديد؟ ما هو الدور والتركيز في المرحلة القادمة؟ كيف أستثمر وأبني على ما مضى من معارف وخبرات؟ هل هذه الخطوات ذات بعد استراتيجي أم أنها جزء من استراتيجية الخلاص الفردي والهروب من المنطقة؟ لعل الأيام كفيلة بأن توضح لنا الصورة الكلية، وكيف أن هذه الخطوة وغيرها جزء من إعدادنا لأداء دورنا الذي اختاره لنا الله عز وجل، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ده طبعا يا جماعة من كلام باشمهندس أحمد الخانجي في صفحة الفيسبوك، والراجل مشكور يعني مشارك معنا تجربته، عصارة تجاربه بكل شفافية وبكل تجرد، وخدتها لنا كده عشان نستفيد منها. كتر خيرك أحمد، ونيابة عن مبادرة الباحثين السودانيين يعني إحنا بنشكرك جزيل الشكر، لأنه واحد يقعد ساعتين كده في الزوم ومتصلب وما يقدر حتى يشرب موية، فده ده يعني حاجة ما عادية. ونشكر أي زول يعني جا شاركنا، الناس اللي شاركونا، الناس اللي جوا شافوا الحلقات، الناس اللي بيرسلوا دائما يعني معجبين ومنتقدين وبدون افكار جميله، كلهم من رحب بهم، لانه الموضوع ده في النهايه منهم ليهم. يعني احنا كلنا مع بعض دارين نستفيد، كلنا عايزين نخرج بلدنا من عمق الزجاجه، كلنا بنفتش للتواصل بين الناس الخبراء والناس المتخذين القرار، السلسله المفقوده دي او التريس المفقوده اللي قالوا علينا اخونا مبارك ده، احنا لسه بنفتش له، وايدينا على ايدكم، وربنا يديكم الصحة والعافية، ونلتقي إن شاء الله الخميس القادم مع ضيف غادم. وشكرا جزيلا. شكرا ياسين، شكرا هيثم، مبادرة الباحثين شكرا الحياة بتعملها دي عظيمة جدا لينا إحنا كناس بنستضاف. يعني بالنسبة لنا إحساس جميل، يعني نفسر والله شايف إنه عندك قيم لطيفة، دي إحساس جميل، زايد إنه بتساعدك ترتب حياتك في حياتك. بعد شوي مثلا بيجيك تعليقات، بس مثلا الناس البيت بيحضروا يقولوا يا احمد يا سلام عليك، ففي احساس جميل وايجابي بيجي للزول، يحس انه هو شارك حياته كانت مفيده لناس ثاني، انه انت بتوثقه برضه لناس مختلفين، يعني ما زي لكن الناس اللي قبليه والبعدي بتدون فرصه توثق وتنشر ثقافه زي دي للمشاركه. واي واحد موجود الان بيسمعنا او في الجروب عنده فاليو ممكن يضيفه ويقوله في مجاله، في يعني قصه حياتك لو سنه ولا سنتين مفيده بغض النظر عن انت وصلت لشنو، فشكرا لكم على المجهود الكبير واللي بتعملوه من غير مقابل، دي حاجه عظيمه. واتمنى انه اكثر واكثر تنتشر، تنزل في بودكاست صوتيه زول يسمعه وهو ما يتمشى، ولا في اليوتيوب كمان. وشكرا لي برضه لشخص خلف الحياه دي كثير دائما اللي ما حط طول الدكتور احمد رفع الله في تاسيسه للمبادره، وبرضه استضافاته من شخصيات مميزه. اتمنى لكم كل التوفيق.
يديك العافية، وشكرا، شكرا لكل إدارة الباحثين السودانيين متمثلة في أخونا الكبير دكتور أنور دفع الله، وحتى الشباب المصممين صمموا لك الأخت باشمهندسة دعاء، هي المرة دي صممت لك البوستر الجميل ده، السلام فكل الشكر عليكم، ليهم وكل التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.